بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة ومساء الانتصارات. ولكن إذا أردت أن تعرف المزيد عن الأهلي فابحث عن سر الأربعة والأربعين، ابحث في جدران المعابد، في تل العمرنة، وفي بني حسن، وتون الجبل، ولكن عليك أن تتقن الهيروغليفية. يا أستاذ إبراهيم، لما أنت بتكتب حاجات حلوة قوي كده ما بنشوف لكش الكلام ده على وسائل الميديا بتاعة النادي الأهلي، وقبليها عامل حاجة عن كواليس موضوع كابتن عبد الله السعيد والتوقيعات، وكان مقالة رائعة جدا في الأخبار نيوز. أنت بتخجل تبرز شغلك وإن كان يفيد الأهلي؟ أهلا بك يا باشمهندس أولا، وأهلا بيكم أعزائي المشاهدين. والمهندس عدلي دخل في اللعب على طول من غير حتى ضربة بداية، لكن دي كلها حاجات بسيطة. يعني أصل استنى بس، لما المصور عدد للمصور، لما المصور يعمل يا جماعة عدد خاص عن النادي الأهلي ويكون حريص أن يكتب المقالة الافتتاحية الكبرى، أستاذ إبراهيم منيسي، فيقول لنا هذه المقدمة الجميلة العبقرية. إذا أردت أن تبحث عن سر الأهلي فعليك أن تبحث في معابد بني حسن وجدران تل العمرنة وتون الجبل عن حقيقة وجود نقوش بالهيروغليفية على جدران المعابد تقول أن الأهلي بطلا للدوري. هذا ما قاله الأستاذ إبراهيم في توهج، ولكن أيضا هو يكتب في القضايا. ومئة مرة أقول له أنت عمال تقول لي تجيب لي من دي ومن دي ومن دي ومن دي وتنسى حاجتين مهمين جدا، لانك رئيس تحرير مجلة الاهلي الاسبوعيه والشهريه، وما تكتبه في حتى في الوسائل الاخرى، البوابه في الاخبار نيوز، انت كاتب حاجه حلوه. اليوم ليه ما ده كلام لازم الناس يشوفه؟ انا اديته الحقيقه للزملاء في السوشيال ميديا في النادي وفي الموقع الاعلامي، ونتمنى دايما وابدا تفعيل هذا أو هذه العلاقة مع كل جماهير الأهلي. طب إذا كان هناك تأخر في أنك أنت يطرح ما تكتبه، مش أنت لوحدك، إحنا بنجيب دلوقتي شبابنا على المواقع التواصل الاجتماعي ما يفيد النادي الأهلي، ما يفيد مصلحته. إذا كتب إبراهيم المنيسي شيء أو قال أي واحد تاني بما فيهم عادل الطيعي اللي يأتي في آخر الطابور، لازم الكلام ده يسوق له جيدا من خلال وسائل النادي الأهلي. احنا ووسائل النادي الاهلي ايضا يسوق لها داخل هذا البرنامج وكل بالزبط. البرامج بالظبط، هكذا تعمل منظومه الاعلام في النادي الاهلي، التلاحم مش التنافس، احنا لازم نتلاحم. استاذ ابراهيم، ان الاوان ان يكون الاهلي منظومه تشكل كتله ضخمه صخريه تكتسح ما امامها باذن الله يا باشمهندس. مزيد من التناغم ومزيد من التواصل والتفاعل مع جمهور الاهلي. اليومين اللي فاتوا ما من قرار، ما من موقف، ما من لحظة، ما من فرحة إلا وتقول أنا الأهلي. قوم يا أهلي شوف ولادك والبنود، شوف كتايبك، شوف جنودك والحشود، شوف آيات النصر في كل العهود، شوف وسجل بيها أبكار الخلود. انت دايما انت دايما انت دايما 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 في الأمان. كل نعمة في رحابك عندنا، دي مشيئة وإرادة ربنا، من شيوخك اكتسبنا مجدنا، انت دايما دايما في الامام. عارفين ازاي؟ مجلس الاداره الحالي فات على انتخابه 3 شهور ونص، 30 نوفمبر يعني شهر 12، شهر 1، شهر 2، واحنا بنتكلم في منتصف مارس. في الثلاث شهور ونص يا باشمهندس، حسب او على مسؤوليه صديقنا ايمن بدره،
انه الاحصاء الدقيق حتى الان 32 بطوله للاهلي في الثلاث شهور دول. طيب في مختلف الالعاب لابد من الاحتفاء بالاهلي. وانا عايز اقول حاجه، ليه ما يتقالش ان ده تواصل مع شغل مجال السابقه؟ طبعا لان كل واحد ياخد حقه. اذا كنا ننتقد بعض الرؤى الا اننا لا يمكن اننا نطمس التاريخ. صحيح، هو تواصل ودعم لما كان موجودا، البناء على ما سبق. يشكر من وضعوا البذره، ويشكر من تعهدها ورعاها ويحصد ثمارها ويضيف اليها. هو ده الاهلي، كل واحد ياخد حقه. الف مبروك لبطلات الكره الطايره، النهارده توجنا ببطوله افريقيا عن جداره كامله. الحقيقه سعدنا جدا بالاستوديو التحليلي وبالشغل الهايل للصديق العزيز الكابتن هيثم السعيد. والحقيقه هيثم، عشان تبقوا في الصوره للاجيال الجديده، كل كلمه حب في حق النادي الاهلي بينطق بيها هيثم تشعرك فعلا بالفخر كاهلاوي. هيثم مش بس كان لاعب كره سله رائع جدا في نادي الزمالك، لا ده وصل عضو مجلس اداره نادي الزمالك، انتخب عضوا بمجلس اداره نادي الزمالك عن الشباب، لكنه في لحظه ادرك قيمه الاهلي وعرف مكانه الاهلي، ولما لعب في النادي الاهلي وانتمى للنادي الاهلي بتسمعوا منه كل كلام حلو وكل نقول هنا مشاعر طيبه عن النادي الاهلي. لان في ناس بتقول لك لا، طب ما انتم بتقولوا زملكه وزمالك. الراجل ده ضحى بعضويه مجلس اداره نادي الزمالك عشان ياتي الى الاهلي يلعب. عاد لاعبا في صفوف النادي الاهلي. لانه ما كان يستطيع ان يلعب في النادي الاهلي الا اذا كان اعتزل ومضى على اعتزاله فتره. بالظبط. فهو كان حريص انه يجي، وانا دي كواليس كانت بقى يعني كانت كواليس انا اعلمها. فكان حريص انه يجي هنا، والده كان دايما يقول له يا هيثم مكانك في الاهلي. فالنهارده الراجل ده لا نرى منه الا كل خير للنادي الاهلي. ما شاء الله عليه، متالق بملوك الصراع. لا مره قال لك ده، يعني شوف بقى الذين يدعون الاهلاويه وهم يكرهون الاهلي، يقول لك ايه؟ يعني ايه مبادئ وقيم الاهلي؟ ده كل كلمه يقول لك ايه؟ بمبادئ وقيم اللي هو لمسها وشافها وعاشها. اذا هو يدعو، واحنا لو كان البهوات الذين يريدون المزايده على الاهلي راعوا ضميرهم وكبروا الاهلي معاهم مش يكبروا افراد كنا حطيناهم في عينينا. اذا هذا الفوز المستحق لبنات الطايره ببطوله افريقيا وسط هذا الجو الرائع. النهارده في صاله الامير عبد الله الفيصل حضور جماهيري رائع جدا، شايفين المساندة والدعم هنقف عندها كتير، لانه النموذج اللي تم تقديمه النهارده من جمهور الاهلي لا بيفتح الباب الواسع لفكره هو ده جمهور الاهلي، هو ده اللي عايزينه من جمهور الاهلي، هو ده المطلوب من جمهور الاهلي، هو ده دوره بالظبط، هو ده عظمته، واللي احنا ساعتها كلنا نعمل في خدمته. شوفوا كابتن الخطيب في البيان اللي كان القاه الاسبوع الماضي وهو بيشجب بعض السلوكيات الخارجه والمسيئه اللي حدثت، ركز قوي على النموذج الايجابي من جماهير الاهلي. جمهور الاهلي اللي عايزينه هو هذا الجمهور اللي على درجه واعيه جدا بالحفاظ على سلوكه، على مظهره، على هتافه، على حماسه، على دعمه لفرقته، على احترامه للمنافس. بصوا هذه القوى الهادره في المدرجات ليها التاثير الكبير جدا. لو سالته اي لاعبه في النادي الاهلي من اللي فازوا بكل مباريات البطوله لا هتلاقوا الدور الكبير جدا لهذا الجمهور. يا عزيزي ابراهيم اتفضل يا باشمهندس. دي بناء على توصيه احد الاصدقاء بيحبوك قوي بتقول يا عزيزي ابراهيم. واحنا وهو عزيزي. يا عزيزي ابراهيم لازم تعرف ان الاهلي لعب افضل مبارياته اليوم. انا اتفرجت عليه في نصف النهائي لم يكن على هذا القدر من التالق والتوهج في كل مهارات اللعبه. كل لاعباته نجمات. ما كانش فيه تخليص بهذه القوه. ما كانش فيه حائط صد بهذا الاتقان. ما كانش فيه استقبال بهذا يعني هذه السلاسه. الحقيقه وقد يكون للحضور الجماهيري وحضور مجلس الاداره بالكامل والشعور بان في لحظه تتويج قادمه، مؤكد مؤكد هي افضل مباريات الاهلي قاطبه. شوف الصد، شوف الدفاع، شوف العظمه، وشوف التخليص. بص الدفاع، بص الدفاع، قول لي بقى ده مستوى علامه ولا مش مستوى علامه؟ شوف لازم ينتهي لصالح الاهلي. عايز اقول لك انه بجانب تتويج الاهلي باللقب عن جداره كامله
فريد العسقلاني افضل ارسال، مريم مصطفى افضل ليبرو، آية الشامي احسن لاعبه في البطوله، امينه محمود لاعبه قرطاج، امينه منصور افضل صانعه العاب، وتريزا لاعبه الانابيب افضل بلوك. وعايز اقول حاجه برضه، مين احسن صانع العاب؟ احسن صانعه العاب امينه منصور لاعبه قرطاج. قرطاج بمناسبه قرطاج يا جماعه، اللاعبه التونسيه وفاء غرساني كانت وقعت اثناء المباراه على ظهرها واصيبت في العمود الفقري، والكابتن خطيب حرص انه ينزل من المدرج عشان يطمئن عليها، ويروح بعض الاطباء وبعض المسؤولين من النادي الاهلي نقلوها لمستشفى المعلمين. تم اجراء الاتصالات بالاستاذ الدكتور يسر الهواري، فاكرين الدكتور يسر الهواري اللي كان تابع حاله الكابتن الخطيب قبل كده؟ الراجل حضر للمستشفى خصيصا عشان يطمئن على اللعيبه التونسيه، بناء على طلب الكابتن، بناء على اتصال الكابتن خطيب بيه، واطمئن على وفاء غرساني. بعد كل هذه الاجراءات تم اجراء اشعه بالرنين المغناطيسي عليها، واطمئن الوفد التونسي على اللاعبه، وقدموا الشكر للنادي الاهلي. يمكن دي لحظه سقوط وفاء غرساني واصابتها، اطمئن مسؤول الاهلي عليها، والبعثه التونسيه وجهت الشكر الجزيل للنادي الاهلي على هذا الاهتمام. الحقيقه يمكن من لطف ربنا الحمد لله انه مستشفى المعلمين ملاصقه للنادي الاهلي في الجزيره، فكانت العمليه فيها اسعاف اولي سريع شويه. الف سلامه ليها. الحقيقه انا ليه بسالك مين افضل صانعه العاب؟ اصلا انا بحب الكره الطايره وانا تابعت الماتشات، لاني انا كنت شايف ان عندنا صانعه الالعاب بتاعت النادي الاهلي اعتقد اسمها شروق. كنت شايف انها ليها دور مهم جدا مع الفريق، لكن اعتقد انها كانت ضحيه الفوز بالعديد من الالقاب. قال لك هو كل هياخده الاهلي بقى. فيعني الاشاده من جانبنا برضو لما حد يتالق مستحق. مستحق. يا ريت شوارب بس سمعنا صوت الجمهور، لانه دي ليله الجمهور الجميل. لو انا يعني بلعب او بدير او بنتمي للنادي الاهلي وبسمع هذا الكلام الملتزم الذي يصب فقط في صالح وحب الاهلي فرقتي ودعم الاهلي، ايه شعوري؟ بشعر بالفخر، بشعر بالرغبه ان انا ما اخذلش هذا الجمهور. حتى حماسي له نتيجه في الملعب. طبعا كسبت الفريق اللي انا بحبه، مش هشتت فرقتي وادخلهم في حاجات تانية. هو ده جمهور الاهلي الذي نبغي ان نقف وراءه ويقف وراءنا. شوفوا يعني لما يكون الجمهور عنده هو احنا عندنا هذه الحاله. كلمات الكابتن وهو بيشيد بالجمهور ويطلب منه ايه؟ لا اشاد بيهم كتير الحقيقه، يمكن ما تمنتجتش لسه، لكنه هو ده النموذج اللي الكابتن الخطيب اتكلم عليه، واللي الكابتن الخطيب حس بيه طول مشواره حياته كلاعب. لما قال لهم انا علاقتي بجمهور الاهلي 50 سنه، لانه ما اعتقدش ان في نجم عشره عمر عشق الجماهير وعشقته الجماهير اكتر من محمود الخطيب، لكن جواه صورة ذهنية لكينونة جمهور الأهلي. صورة جمهور الأهلي عاملة إزاي؟ دعم جمهور الأهلي، دور جمهور الأهلي، دي مسائل في عمق ذهن كل نجم. طب ما احنا ناخد بقى أفضل لاعب في البطولة جمهور الأهلي. صحيح. خد بالك حاجة، أنت فاكر قبل البطولة ما تبدأ كان الجمهور بيشتكي إن التذاكر خلصت المخصصة للجمهور والإقبال شديد. وقت ما قعدنا نكلم العميد محمد مرجان قال لك الضغط كبير، وده كويس. بس انا عايز اقول حاجه، الشباب دول بيحبوا الاهلي قولا واحدا، بيحبوا الاهلي جدا. شعورك ايه دلوقتي وانت بتمارس دور تكسب اللي بتحبه؟ مش تغرمه، مش تغرمه وتحرجه وتخلي صورته وحشه وتغرمه فلوس. شوف الفرق بين الاثنين، بين ان انت تحرج حد بتحبه وتكسفه وتخليه على ألسنة اللي يسوى واللي يسوى برضه، ولا ان انت تكون داعم قوي جدا لفرقتك في الملعب وتساهم في الفوز بالبطوله، لدرجه انه المهندس عدلي ما بيبالغش لما يقول لا جمهور الاهلي احسن لاعب في البطوله، لانه تاثيره في الملعب بالذات بيبقى كبير جدا بالنسبه حتى لالعاب الصالات. فاتمنى زي ما احنا وحتى الاعلام بتاعنا زي ما احنا بننبز الصور السلبية، وزي ما احنا بنقسو شديد وقسوة مستحقة على سلوكيات الشغب وغيرها، لا النموذج الإيجابي المضيء
لازم الناس تقف عنده، تشجعه، تشكره، وتاخد بايده. هو ده الدعم الايجابي لحاله جمهور يا باشمهندس سريعا ما قدم النموذج البديل. بص، هو ده الجمهور اللي عايزينه واللي عايزنا واللي هنفضل واقفين في ظهره وندافع عنه طول ما هو بيدافع عن الاهلي ودرعه وسيفه بهذا الاسلوب الراقي المحترم المجرد. هو ده افضل جمهور في الكون بقى، اللي خد افضل جمهور في افريقيا اكتر من مره لهذا الاسلوب. بالظبط. فباذن الله يستعيدها في الفترات القادمه ليصبح الجمهور الذي يصل باهله الى منصه التتويج العالميه باذن الله. زي ما قلنا لوم كتير على الناس اللي خرجت عن القانون، لازم نشكر كل فرد من الوشوش اللي انتم شايفينها قدامكم. الجمهور اللي حضر كل مباريات البطوله، الجمهور اللي شرف الاهلي قدام منافسينه الافارقه، يستحقوا كل فرد منهم مننا كل الشكر والتحيه. كاس حلوه جميله. صحيح. ده يعني شوف الدعابات بقى، يعني البطلات وهم بيحيوا الجماهير باسلوبهم. يعني دي ايام الاهلي. الاهلي بطل الكره الطايره للرجال في الدوري. بطل الدوري الرجاله. البنات بطلات افريقيا. الرجاله بيستعدوا للبطوله الافريقيه ان شاء الله هذا الشهر، يدخلوا فيها بكل قوه باذن الله ويلاقوا نفس الدعم. هذا الجمهور احنا في انتظاره. والبنات كانوا واخدين البطوله العربيه من شهرين ثلاثه. اذا هو ده حصاد التفوق، وهو ده الدور الكبير اللي النادي الاهلي بيلعبه في خدمه مجتمعه. وبمناسبه دور الاهلي في خدمه الوطن، الراجل الفتره اللي فاتت انه الوزاره دفعت فلوس كتيره للنادي الاهلي. المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه اللي بيسجل اسمه على طول في اطار لو نبي. بس قبل ما تقول دي احسن، مش معقوله تفوت علينا. مش هتفوت، لابد ان ننعي سمير زاهر. مش هتفوت. بس عايز اكمل الجمله. والمهندس عادل دكتاتور معايا، وعبد العليم زكريا اصل دول دكتاتور معايا، بس انا عايز اكمل الجمله. هيتوهوا في الفرحه بتاعتنا دي. لا مش هيتوه، مش هيتوه. طيب، بس على ذكر الدور الوطني للاهلي، كانت الناس بتتكلم على انه الوزاره ادت الاهلي فلوس اكتر من الزمالك. المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه اهتم ان هو يوضح الحقيقه على صفحته على الفيسبوك. قال انه اجمالي ما صرفته وزاره الشباب والرياضه خلال 4 سنوات للنادي الزمالك 22 مليون جنيه. نادي الزمالك في ال4 سنين الاخيره اخذ من الدوله، من وزاره الشباب والرياضه 22 مليون جنيه، بينما اخذ الاهلي 19 مليون جنيه. وبيقول الوزير اي ارقام اخرى تذكر للاسف غير صحيحه على الاطلاق. ما هو انت المشكله الحاح في اسلوب جديد، اطلق الاشاعه ولح عليها تتحول الى حقيقه. الكره المصريه فقدت هذا الاسبوع يعني واحد من رموزها وكوادرها الاداريه الكبيره. لانه حتى واحنا بنتكلم على الفلوس والعوائد والموارد والاستثمار، لابد ان يذكر بكل الخير الكابتن سمير زاهر. كابتن سمير زاهر وفاته المنية هذا الأسبوع عن عمر ناهز 75 سنة، بعد مشوار الحياة وصراع عنيف مع المرض. رجع ومارس حياته السنة الماضية وانتكس للأسف مرة أخرى إلى أن تغمده الله بواسع رحمته. كابتن سمير زاهر مش بس رئيس الاتحاد الكورة في أزهى عصوره، لأنه تقريبا هو الوحيد اللي حمل في عهده كاس الامم الافريقيه 4 مرات يا باشمهندس، 98 ثم الثلاثيه بتاعت الالفيه 2006 و2008 و2010. وكاد المنتخب في عهده ان يتاهل لكاس العالم لولا ماتش الجزائر بتاع ام درمان. بس ليه كمان ايادي بيضاء جدا على الفكر الاستثماري وعوائد البث التلفزيوني، وانا اعتقد في هذا الجانب ما ينفعش افتي وانت قاعد. سمير زاهر رحمة الله عليه وهو صديق عصرته لاعبا، كان دمه خفيف جدا وكان لعيب جدا وهو لعب جيسون ترفرد، وفي وقت من الاوقات لعب سيرد باك في النادي الاهلي.
انتقل هو يا جماعه من دمياط للنادي الاهلي ولعب في النادي الاهلي حوالي 10 سنين. او عيله زاهر كلها اهلاويه. انما وصديقنا اشرف زاهر اهو اخوه برضه يعني واحد من اللي لعبوا وابن اخوه الكابتن سيف زاهر. وسيف زاهر يعني عيله زاهر عيله عريقه كرويه وعريقه اهلاويه. انما كابتن سمير هو راجل يعني كان مواكبا لتطورات العصر. هو اللي كان عنده الشجاعه انه طب نكسر التقليد اللي بيقول ان لازم الكره تتزع ببلاش على التلفزيون الوطني فقط. فكان عنده الشجاعه انه يقتحم البث الفضائي. واسس لهذا الفكر اللي بعد كده تطور واصبح هو اللي معايش الكره المصريه النهارده. يعني الرعايه بتيجي لبعض الانديه، اما البث فلكل الانديه. ايوه. والنهارده في ماتشات الدرجه الثانيه برضه بتبث وهيتم تطوير مسابقه عشان تحصل على عوائد اكبر. رحمه الله على الكابتن سمير زاهر. ولكن ايضا هناك لاعب يعني لعب في النادي الاهلي المرحوم عبد العليم زكريا، كان ابن الفيوم. هذا ابن الفيوم اللي فجاه هو راح من الاهلي على الاتحاد السكندري، ولكن اثر العمل في العمل السياسي وكان واحد من كوادر سياسية مهمة في الفيوم. ابن عائلة عريقة من أعيان الفيوم، رحمة الله على من فقدناهم سواء على صعيد الأهلي أو صعيد الوطن. عشان كده يا جماعة الخبر اللي جاي على فكرة برضو لازم ننعي والدة اللواء شيرين شمس ومحمد محمد شمس الحاجة، يعني دي كانت صديقتنا وأختنا. نشاطر اللي هو شيرين شمس المدير التنفيذي السابق للنادي والمدير التنفيذي لنادي الصيد حاليا، الاحزان في وفاه العزيز سليمان صاحبك. وفاه المغفور لها باذن الله تعالى والدته، ربنا باذن الله تعالى يتغمدها بواسع رحمته يعني. ويسكنها فسيح جنته. كل التعازي للواء شيرين شمس. كل التعازي ايضا للكابتن هيثم فاروق برضه المحلل الرياضي، فقد والدته ايضا بالامس. وابراهيم فايق الزميل الاعلامي العزيز ايضا إبراهيم. فقد والدته. يعني واحنا داخلين على عيد الام يعني كل التعازي لابراهيم فايق والهيثم فاروق والاسره الكابتن سمير زاهر واسره الكابتن عبد العليم زكريا، والف رحمه ونور على كل ارواحنا ان شاء الله. باشمهندس الخبر اللي جاي له صله، لانه وانت بتفقد نجوم ورموز، العادة المصرية الغير طيبة ان احنا بنذكر الناس ونكرمهم في وفاتهم. متهيألي كل انسان ادى لبلده والوطن ولناديه والجمهور ولعبته، لو تم تكريمه وسمع كلمة طيبة كلمة حلوة في حياته ربما ترفع معنوياته، ربما تسعده مع اهله واولاده واحفاده انه لا عمل حاجة كويسة. ليه دايما وابدا ما نكرمش الناس إلا بعد رحيلهم؟ الناس تسمع عنها كلام بعد رحيلهم، الواحد يقول لا الناس دي لو سمعت الكلام وهي عايشة كنا منعناهم السعادة. بالظبط، كنا وفرنا لهم فرصة سعادة بجد. عشان كده مبادرة طيبة جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب إنه ينظم احتفالية بأساطير النادي. أساطير النادي الأهلي هيقيم مجلس الإدارة برئاسة الكابتن الخطيب احتفالية الساعة 11 صباح يوم الأحد إن شاء الله تحت شعار عائلة الأهلي تكرم الأساطير. والأهلي ينطلق، هيقوم خلالها رئيس النادي بتكريم نجوم الأهلي السابقين في جميع اللعبات الرياضية اللي تجاوزوا سن ال 75 سنة كمعيار للتكريم. وده تقليد جديد للنادي الأهلي بيتبناه مجلس الإدارة الحالي تجاه كل من خدم النادي وساهم في انتصاراته وإسعاد جماهيره. كابتن الخطيب هيعقد مؤتمر صحفي موسع ايضا عقب هذه الاحتفاليه للاعلان عن العديد من المشروعات الانشائيه والاستثماريه في فروع النادي الثلاثه اللي هيبدا العمل التطويري فيها خلال المرحله اللي جايه. وجه مجلس اداره النادي الدعوه لكافه قيادات النادي ورموزه ونجومه السابقين في كل اللعبات الرياضيه ورجال الاعلام والصحافه لحضور هذه الاحتفائيه التي يهدف منها الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة لإرساء العلاقات الوطيدة بين عائلة الأهلي. وهنا عايز أتوقف
مع مفهوم العيلة ومع حرص مجلس الإدارة على تنفيذ أفكاره الانتخابية. لأنه لو تفتكروا، وأنا قلت الكلام ده أنا والمهندس عدلي وقت الانتخابات، قلنا ده المفروض ما يكونش مجرد كلام انتخابات ولا وعود براقة، احنا هنكون شاهدين على مدى تنفيذ هذه الأفكار، لأنه الفكر اللي كان مطروح من شأنه يرتقي بالأهلي إلى ما يستحقه بجد، بس ازاي يكون ده حقيقة وواقع ما يكونش مجرد كلام انتخابات. الحقيقة خطوة بعد التانية في كل مناسبة، بالعكس المجلس يمكن بيسرع الخطى بشكل أسرع من متوقع لتنفيذ هذه المشروعات. أولا عايز أقول حاجة بس، الكابتن الخطيب كان من المقرر أن يذهب إلى ألمانيا لإجراء جراحة في العمود الفقري وعلاج حاسم، لأنه يعني ضغط العمل كمان أظهر هذا الألم بشكل، ولكنه صمم على أنه ما يمشيش قبل ما ينهي ملفات التجديد بتاعت نجوم الأهلي، ثم الاحتفالية اللي هو هيكرم فيها رموز أعطت للأهلي ووضعت المعايير وتشكلت لجنة لهذا الأمر، وأيضا يقول للناس بقى كشف حسابه عن الفترة اللي فاتت واللي جاي. وانا عايز اقول للناس حاجة، اطمنوا باذن الله الكابتن الخطيب هيبقى بخير باذن الله. لكن هو يعني انا المرة دي قد، وهذا يعني يجب ان يجبر عليه، ينتظر فترة علاجية صح عشان يرجع بقى خلاص باذن الله يتحمل المجهود الذي يبذل. انت قلت نقطة مهمة، تنفيذ نقطة واحدة؟ هو انت كل مرة هتقول لي نقطة واحدة؟ انت بتقول لي انت قلت نقطة نقطة من نقطة، انا بتكلم من الصبح عشان الله نقطة. كل مرة نقطة واحدة ماشي تعادل يعني؟ نقطة واحدة، استاذ ابراهيم ما قالش غير نقطة التعادل ماشي. انت قلت نقطة مهمة جدا، وانت تتحدث عن تنفيذ برنامج العائلة. لأن تنفيذ برنامج العائلة قد يبدو من كتر ما هو براق انه يعني ده كلام يعني تو جود تو بي ترو، يعني اجمل من يبدو حقيقيا، ولا يعني يعدو كونه اماني او في مخطط الاحلام. يعني يوم الاحد سوف تسمع وترى كل كلمه وهي بمراحلها التنفيذيه وتواريخ التنفيذ والشكل اللي هتسلم عليه. الله، وهذا هو. ولذلك انا بقول للناس يوم الحد الجاي باذن الله ربنا يدينا العمر كلنا ونحضره، يوم مهم جدا في تاريخ المرحله دي، هنشوف فيه حاجات حلوه. هتغديني يوميها يعني ولا؟ والله اذا انبسطت، اذا عجبني كلامك بقيه الحلقه لحد دلوقتي عاجبني. ليك جدع انت دلوقتي، ليك السلطه. ايوه بقيت نزلت السلطه. يا استاذ ابراهيم احنا خيرك علينا كلنا حبيبي يا باشمهندس. حبيبي يا باشمهندس، انت استاذنا. دي ايام الاهلي، مش بس على سبيل الانشاءات، لا اعتقد الموقف والقرار والجول اللي جابه الكابتن محمود الخطيب، انا قلت ده جون اجمل من جون عالتوقه. الجون اللي جابه في عالتوقه في ماتش تونس، بس هو شبهه، عارف ليه؟ لو تعرف تجيبه لنا هوري لكم الشبه ايه. في جون عتوقه هو عدى الكوره، فقلنا خطيب فقدها، راح جايبها بكعبه وحاططها قدامه وسابع الكل. لا، راح مرقص الدفاع كله. اللي ما توقعش انه هيجيبها بكعبه وحطها قدامه. بالظبط. فاتاري الخطيب وهو يدعي انه مش شايف الكوره، انه كان بيرقص الدفاع. هو ده اللي رقص الدنيا كلها بقرار سيذكره التاريخ. خدوا بالكم حاجه، أنا آسف إن احنا هنقفز على الموضوع سريعا بس هنرجع له، لكن بين قوسين عشان المهندس عادل لغاية دلوقتي ما وعدنيش إلا بطبق سلطة واحد. فعشان تكتمل المسألة، اللي حصل ده هيذكره التاريخ بشكل بارز وواضح جدا. احنا بنحكي دايما وأبدا على المواقف في تاريخ النادي الأهلي اللي انتصرت للأهلي كقيمة وكاسم وكمعنى وكتاريخ وكهيبة وكصورة وكحاجة جميلة جدا. بنذكر كل المواقف، يتقال الأهلي سنة 28 وأوقف حسين حجازي عشان السلوك الرياضي، يتقال الأهلي في 85
اوقف فريق بالكامل عشان وقعت الكابتن الجوهري والتدريب بره النادي، يتقال ان الاهلي اوقف حسام وابراهيم ما اعرفش عشان ايه، هيتقال الاهلي في مارس 2018، خليكم فاكرين مارس 2018 استغنى الاهلي عن احسن لاعب في مصر، استغنى عنه، عرضه للبيع، رفض تماما فكرة انه حد يضحك على الاهلي، انتصر لحقه، انتصر لصورته، انتصر لجمهوره، انتصر لتاريخه. مش عايز اقول اكتر من كده في هذه المقدمة، بس انا عايز اقول نقطة كمان، لكن لها عودة تفصيلية، وهو يفعل هذا كان يراعي مصلحة اللاعب، لانه هو ما وقفوش، هو ما ده مش اجراء انتقامي، ده صحيح. اجراء خلاص انت وصلنا لنقطة الفراق، مش الفراق بالمعنى اللي هو الناس عايزة تفهمه، انما انت كنت ترى ان مصلحتك كذا كذا كذا، خلاص الاهلي ما يضحكش عليه واللعيب استجاب. انا عايز اقول لك حاجة، احنا نقدر نناقش دي بسرعة؟ لا، طب ليه بتفتح خليني الدكتاتور مرة. طيب لكن في نفس الوقت ايضا اللاعب يعني ما انتش بتعمل معاه اجراء انتقامي، لكن بتعمل معاه اجراء اداري سليم يليق بالاهلي. طيب هو عموما ده اجراء مهم جدا، وده قرار للتاريخ هنجيله بالتفصيل، هو مهم، لكن الاهم ان المركب في عرض البحر. الاهلي دلوقتي في غمار البطوله الافريقيه، البعثه موجوده حاليا في الجابون، الاهلي عنده مباراه يوم السبت امام منانا الجابوني في مباراه العوده لدور ال 16 او دور ال 32، الفوز بيها ان شاء الله او الحفاظ على فوز القاهره اللي كان 4-0 يدخل الاهلي دور المجموعات. دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا المرحله الجاده في بطوله انا عارف كويس قوي انه اصبحت تمثل المين تارجت بتاع او الهدف الرئيسي بتاع لجنه الكوره ومجلس الاداره والجهاز الفني واللعيبه والجمهور، كل الناس بتتكلم على بعد اذن حضرتك، يعني الهدف الرئيسي تلميذك دي انت كمان هتحسبها بنقطه بالنقطه فاحنا ده الاهلي ومنانا الفريق. طيب عموما من ليبرفيل معنا من هناك الزميل امير هشام موفد قناه الاهلي الى الجابون. امير مساء الخير. طيب هنحاول مع امير تاني. البعثه سافرت امبارح، الفريق بيتدرب بجديه عاليه جدا، والاهم منها بحذر الخبرات اللي عند الكابتن حسام البدري واللي عند الكابتن سيد عبد الحفيظ بتخليهم ما بيركنوش ابدا لنتيجه مباراه القاهره. ما حدش يقول لي الماتش هنا كان 4-0، كره القدم فيها كل حاجه، ودايما وابدا بنقول المنتخب الاولمبي المصري كان لاعب فيه اعتقد سيد عبد الحفيظ مع الكابتن حلمي طولان وكان طارق السعيد اعتقد الجيل بتاعهم، فاز على اثيوبيا في القاهره 5-0 وراح خسر هناك 5-0. فكره القدم فيها نوادر تخلينا دايما وابدا حذرين جدا في التعامل معاها. مفيش اطمئنان، مفيش استرخاء، مفيش ركون على مباراه او على نتيجه مباراه. كل مباراه تاخد حقها الكامل من التركيز والتنبؤ. سنه من السنين في بطوله انديه اوروبا من 7-8 سنين او اكتر والمان يونايتد في عزه خسر على ارضه من البايرن 4-1 وراح كسب هناك 4-1. طب نروح لبرفيل تاني. امير هشام موفد قناه الاهلي الى الجابون، اهلا بك يا امير. تحياتي ليك يا كابتن ابراهيم، وتحياتي للكابتن عدلي، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. طبعا يعني اجواء يمكن صعبه شويه هنا في الجابون في اطار طبعا استعدادات النادي الاهلي لمواجهه فريق مدان الجابون في اياب دور ال 32 من دوري ابطال افريقيا، لكن الشيء المهم الصوت بيروح هو ان النادي الاهلي مركز بشكل كبير جدا في هذه المباراه. سامعني كده يا كابتن عادل؟ ايوه اتفضل. تمام،
الاهلي مركز طبعا الجهاز الفني، كابتن حسام البدري، اللاعبين مركزين بشكل كبير جدا في هذه المباراه رغم نتيجه المباراه الذهاب في القاهره واللي قدر النادي الاهلي انه يفوز بيها بنتيجه مريحه نسبيا وهي 4-0. لكن كلام كابتن حسام البدري مع اللاعبين ان نتيجه مباراه الذهاب مش مقياس لمباراه العوده، وايضا مش مقياس للمستوى اللي ظهر بيه فريق منانا الجابوني في المباراه الاولى. كابتن حسام البدري بالحرف كده قال للاعبين ان ده مش المستوى الحقيقي بالنسبه لفريق منانا الجابوني في مباراه الذهاب، قال هنشوف منهم مستوى مختلف جدا هنا في الجابوني خصوصا في الاجواء الصعبه شويه. خليني اقول لك يا كابتن عادل يا كابتن ابراهيم، يمكن درجات الحراره هنا عاليه جدا والرطوبه عاليه جدا، يعني فور وصول الفريق بالامس يمكن كانت درجه الحراره حوالي 36 درجه مئويه، وكابتن حسام البدري اصر طبعا هو الجهاز الفني ان يكون في مران فور وصول الفريق بالامس عشان من خلاله يقدر يفك العضلات بالنسبه للاعبي النادي الاهلي بعد رحله اجهاد بالنسبه للفريق طبعا من القاهره ترانزيت في اثيوبيا ثم من مطار اديس ابابا للجابون، رحله استغرقت حوالي 11 او 12 ساعه، فبالتالي كان في اجهاد كبير جدا بالنسبه للاعبين. كابتن حسام البدري فضل بالامس ان يكون في تدريب استشفائي بالنسبه للاعبين بشكل كامل، وده اللي فعلا حصل بالامس. ايضا خلال مران الامس يمكن سعد سمير مدافع الفريق ما شاركش في التقسيمه مع نهايه المران، كان عنده بعض الاجهاد الزايد شويه، فقرر او كابتن حسام البدري قرر ان هو يديله راحه من التقسيمه واكتفى بالجري حوالين الملعب. لكن بالنسبه لمران النهارده جميع اللاعبين شاركوا بشكل جيد جدا، مران النهارده كان بدني قوي، كان في بعض الجوانب التكتيكيه اللي ركز عليها الكابتن حسام البدري، والواضح ان هو عايز فكر معين ينفذه خلال هذه المباراه. وايضا شارك سعد سمير في التقسيمه النهائيه او اللي كانت مع نهايه المران النهارده، هو المهران الثاني بالنسبه لفريق النادي الاهلي. لكن الاجواء بشكل عام ماشيه بشكل جيد بالنسبه لفريق النادي الاهلي، كابتن عدلي وكابتن ابراهيم، مقر الاقامه جيد بالنسبه للفريق، كويس بالنسبه لهم قبل طبعا مباراه العوده امام فريق منانا الجابوني. بالنسبه للاخبار بعض اللاعبين، جونيور اجايب حتى الان لسه ما وصلش هنا الجابون بسبب بعض الاجراءات اللي لسه ما انتهتش طبعا بالنسبه له، اجراءات السفر وقدومه من بلده في نيجيريا، وهو طبعا زي ما احنا عارفين كان متواجد عشان ينهي بعض الاجراءات الخاصه بيه مع المنتخب النيجيري عشان هيكون موجود معاهم في المعسكر الخاص بالاستعداد لكاس العالم. وليد ازارو ان شاء الله هينضم لقائمه الفريق ان شاء الله فجر الغد، بالتحديد الساعه 4:30 فجر ان شاء الله هيوصل وليد ازارو عشان يكون متاح بالنسبه لكابتن حسام البدري في مباراه العوده امام فريق منانا في دور 32 من دوري ابطال افريقيا. خليني اقول لك ايضا ان يمكن صباح اليوم كان في امطار غزيره جدا يا كابتن ابراهيم ويا كابتن عدلي، امطار كانت غزيره شويه بالنسبه للاجواء هنا في الجابون، كان في مثلا بالليل امبارح رعد وبرق وكان يعني موضوع صعب شويه، الناس كانت بتصحى من النوم بسبب الرعد والبرق والامطار الغزيره، لكن مع نهايه اليوم النهارده الامطار ما بقتش موجوده والدرجات الحراره ارتفعت مره اخرى. لكن المتوقع ان يوم المباراه ان شاء الله يوم السبت القادم ان هيكون في ايضا امطار، وده اللي بيتمناه الجهاز الفني واللاعبين بالمناسبه، وده يمكن افضل بالنسبه لهم من الرطوبه العاليه ودرجات الحراره العاليه اللي ممكن تاثر عليهم خلال هذه المباراه. التدريبين الاول والثاني كانوا في الملعب الفرعي الخاص باستاد الصداقه، والاستاد ده بالمناسبه اللي كان عليه نهائي مباراه طبعا او نهائي بطوله الامم الافريقيه ما بين مصر والكاميرون اللي فازت حينها طبعا الكاميرون بنتيجه 2-1. بكره ان شاء الله هيكون المران الاخير وهيكون على ملعب الصداقه، هو الملعب الرئيسي اللي هيستضيف هذه المباراه. ارضيه الملعب كابتن سعيد عبد الحفيظ يمكن راح اتفرج عليها وشافها فور وصول البعثه بالامس، ما عجبتوش ارضيه الملعب قوي، هو الاستاد شكله حلو جدا من بره لكن ارضيه الملعب مش جيده قوي او مش هتكون ميسره بالنسبه للاعبي النادي الاهلي وهتكون احدى العقبات في هذه المباراه. لكن بشكل عام التركيز واضح، الجديه واضحه على الجهاز الفني على اللاعبين بضروره الفوز والمواصله او مواصله طبعا النتائج الجيده ومواصله البدايه القويه بالتحديد في بطوله دوري ابطال افريقيا، سعيا طبعا نحو عوده هذه البطوله خلال هذا الموسم لبطولات النادي الاهلي. يمكن بعد غياب فتره كبيره خلال الفترات اللي فاتت حوالي 5 سنين البطوله دي الفريق ما قدرش يفوز بيها، فبالتالي في دوافع في حوافز
كبيره جدا عند اللاعبين والجهاز الفني بفضل كابتن حسام البدري لعوده هذه البطوله ان شاء الله في القريب العاجل، ودي اكيد كل تمنيات جمهور النادي الاهلي خلال هذه البطوله. كابتن عدلي يا كابتن ابراهيم لو في اي استفسار اتفضل انا معاك. امير الحقيقه انت مش مخلينا محتاجين نسالك سؤال، وبحييك على تدفقك وعلى السنس العالي بتاعك ان انت تجمع كل هذه المعلومات اللي تقريبا انت عارف احنا هنسالك فيه او الساده المشاهدين عايزين يعرفوا ايه. بحييك على هذا التقرير، لكن طمني على التحكيم، الحكام منين والمؤتمر الفني ايه؟ هل الاهلي عنده اي ملاحظات عايز يعرضها في هذا الاجتماع؟ خليني اقول لك يا كابتن ابراهيم، يعني طبعا هو المفروض كده الحكم في الاجتماع الفني، لكن حتى الان لم يصل الحكام ولا مراقب المباراه، فبالتالي حتى انا سالت كابتن سمير عدلي المسؤول عن العلاقات الخارجيه بالنادي الاهلي واللي متواجد واللي كان متواجد كمان قبل وصول البعثه بحوالي 24 ساعه ويسر الكثير من الامور، سالته كل الاسئله اللي حضرتك بتسالها دي، قال لي لغايه دلوقتي انا ما عنديش اجابات، ما حدش بعت لنا اي حاجه، ما حدش قال لنا حتى بكره هيكون الاجتماع الفني فين الساعة كام، لسه كل الكلام ده ما تحددش حتى اللحظة اللي أنا بتكلم حضرتك فيها، لكن أكيد من المتوقع إن شاء الله بكرة هيكون في الاجتماع الفني، ممكن يبلغوا الفريق عندنا الصبح إن شاء الله يقولوا لكم إن شاء الله الاجتماع الفني هيكون بالتحديد الساعة كام، وأكيد هيتم الاستقرار من خلاله طبعا على بعض الأمور الخاصة بهذه المباراة، طبعا الزي اللي هيرتديه النادي الأهلي والزي اللي هيرتديه فريق مونانا الجابوني، لكن خليني بالتحديد أكلمك عن فريق مونانا الجابوني وعن الجماهير هنا في الجابون. هو فريق يعني عنده شعبيه لا باس بها، لا باس بها طبعا، وفريق جيد هنا في الجابون، لكن هم عارفين الفروقات الواضحه جدا ما بين الاهلي وفريق مونانا، عارفين كويس جدا التاريخ الخاص بالنادي الاهلي، وخصوصا احدى الصحف الجابونيه يمكن رصدت تاريخ النادي الاهلي منذ انشائه في 1907. اتكلمت طبعا عن كل تاريخ النادي الاهلي من حيث موعد انشاء هذا النادي طبعا العريق، وايضا البطولات العديده والعديده اللي حققها النادي الاهلي على مدار تاريخه، وايضا ذكروا ايضا ان هو نادي القرن في افريقيا، وهو اكبر فريق في افريقيا واكثر الفرق مرشحه للفوز باللقب هذا العام ان شاء الله. ففي اهتمام كبير جدا بالنسبه لهم، وفي ترقب كبير جدا بالنسبه لهم لمشاهده النادي الاهلي، هم شايفين ان هم هم شايفين ان هم هياخدوا خبرات كبيره من خلال هذه المباراه. طيب الاستاذ طارق قنديل، الاستاذ طارق قنديل رئيس البعثه، جهوده مع السفاره المصريه هل مسجلين اي ملحوظات او في اي شيء خاص بهذه المساله؟ لا طبعا ما فيش اي ملحوظات او اي حاجه، الامور ماشيه بشكل جيد جدا، التنسيق كان اصلا ما بين استاذ طارق قنديل فور طبعا معرفته بتولي مهمه رئاسه بعثه الفريق هنا في الجابون كان مع الاستاذ احمد بكر سفير مصر في الجابون، التنسيق كان قبل سفر البعثه هنا والوصول لبرازيل العاصمه طبعا الجابون، ما فيش اي عقبات حتى الان، هو الحاجه الوحيده بس ان كان في جيم معين وبعض الاجهزه المعينه اللي كان محتاجها الفريق واللي طلبها الجهاز الفني من استاذ طارق قنديل، واستاذ طارق قنديل بدوره بلغ السفاره، السفاره بدورها قدرت ان هي توفر صاله الجيم المناسبه الخاصه بالنسبه للاعبي النادي الاهلي اللي من خلالها بيعملوا بعض التدريبات الاستشفائيه عشان لفك العضلات عشان يكونوا جاهزين من الناحيه البدنيه ولائقين من الناحيه البدنيه بشكل كبير خلال مباراه العوده، وخصوصا ان هي مباراه زي ما المباراه الساعه 3 العصر، المباراه الساعه 3 العصر بتوقيت القاهره يا امير، 4:30 القاهرة مش كده؟ المباراة الساعة 3:30 عصراً، 3:30 عصراً بتوقيت الجابون، 4:30 عصراً بتوقيت القاهرة يا صديقي. هل في أي أخبار عندك على نقلها لأي قناة مصرية ولا لسه مفيش حاجة؟ لا حتى الآن مفيش أي أخبار رسمية، يعني في مؤشرات يعني بتقول إن في إحدى القنوات الفضائية هتذيع هذه المباراة بجانب قناتنا طبعاً قناة النادي الأهلي، ولسه لكن مش حاجات رسميه او حاجات اكيده حتى الان. شكرا جزيلا للزميل العزيز امير هشام موفد قناه الاهلي الى ليبرفيل، مصاحبا لبعثه النادي الاهلي اللي هتواجه مونانا الساعه 4:30 العصر بتوقيت القاهره يوم السبت ان شاء الله. علي معلول عامل الحديث جميل قوي. علي معلول طيب عايز تقف عند علي معلول؟ ما كل الاخبار اللي هنقراها دي قالها لنا امير. طيب علي معلول، حوار في الجمهوريه، الاحمر ملك روحي. وبيتكلم علي معلول الحقيقه عن العلاقه الدافئه جدا اللي تولدت بينه وبين النادي الاهلي.
هو انا عاجبني الحوار ليه وعناوينه هنقراها هنمر عليها بسرعه، بس هناخد مضامينها. لان في الفتره الاولانيه بتاعه كابتن علي معلول كان هناك حرص لتسديد صوره من عدم الارتياحيه الزهق بين الطرفين، لا الاهلي ولا علي معلول الاثنين، وكل يوم والتاني هيمشي هيمشي هيمشي. لكن مع الايام ادي النهارده العنوان الاهلي ملك روحي. تعالى بقى طمن جمهور الاهلي، هو علي معلول هيقعد ولا هيمشي ولا هيحترف ولا ايه حكايته؟ انا اسالك انت قبل ما اسال الحوار. لا خده بالحوار، تفكر ان انت هتهرب يعني. ماذا عن تتويجك مع الاهلي بدرع الدوري السنه دي للموسم الثاني؟ ده الدوري الثاني لعلي معلول. قال ان الوضع في الدوري المصري يختلف عن العديد من الدوريات الاخرى التي توجد فيها منافسه بين سته انديه او سبعه. في مصر المنافسه تنحصر بين الاهلي والزمالك وفريقين على الاكثر، كل منهما يلعب املا في الحفاظ على مقعد في المربع الذهبي، بينما تتويج الاهلي بالدوري يصبح امرا متوقعا. طيب طموحاتك واحلامك مع النادي؟ قال ارغب في التتويج بدوري ابطال افريقيا واللعب في مونديال الانديه وتحقيق انجاز غير مسبوق للفرق العربيه والافريقيه في هذا الحدث العالمي. سئل في حوار الجمهوريه عن سبب ندرة أهدافه مع الفريق على عكس ما كان مع تونس، قال كل مدير فني وله فكر مختلف عند توظيف اللاعبين داخل الملعب. في الصفاقسي كانت ليه حرية التحرك الهجومية بجانب تكليفي بتسديد الركلات الثابتة، أما في الأهلي فيتم تكليفي بمهام دفاعية أكثر من النواحي الهجومية، لذلك لا تسمح لي فرص كثيرة للتهديف. علاقتك بالمدير الفني وسط أنباء عن وجود خلاف بينكم، يعني عايز يتقال له ان في مشاكل بينك وبين الكابتن حسام البدري، قال بالعكس علاقتي بحسام البدري رائعه للغايه، هو يدرك جيدا كيف يتعامل مع اللاعبين ولديه قدره كبيره على احتوائهم، وكل ما نشر عن اعتراضي على عدم المشاركه في احدى الفترات غير صحيح لانني كنت عائدا من اصابه. اللاعب العربي اللي انت بتتوقع نجاحه وخطف الانظار في المونديال، قال طبعا محمد صلاح لاعب من طراز فريد حقا. ده أبرز الإجابات علي معلول، ولا أنت في حاجة لفت نظرك؟ لا هو أنا بس كنت حريص إن يعني ناخده على السريع كده عشان بس إيه، كل شوية علي معلول علي معلول علي معلول بيوضح بقاله فترة أنه سعيد جدا في الأهلي ولا يريد أن يغادره. نتمنى التوفيق لكل لعيب الأهلي اللي أصبحوا كلهم تقريبا لعيبة دوليين. يعني كل الأجانب بتوعك مع منتخبات بلده. فده حاجه طيبه. اعتقد ان الاهلي عنده فرصه لو استطاع هذه المره ان يفوز بافريقيا ان يؤدي بشكل رائع وطيب باذن الله في مونديال الانديه، ومش عايزين نستبق الاحداث، لكن اشم رائحه طيبه تذكرني بجيل العباقره. ان شاء الله. جيل العباقرة اللي دايما وابدا زي النهارده عندهم حدث كان مهم زي النهارده، ولكن في سنه 23 الاهلي فاز على المختلط 1-0 في دور القاهره، سجله جميل عثمان. وفي 15 مارس 1929 فاز الاهلي برضو على المختلط 1-0 في كاس مصر، وسجله ايضا جميل، بس المره دي جميل الزبير مش جميل عثمان، لازم يكون جميل، هدف جميل. في 15 مارس 2002 الاهلي فاز على كايزر تشيفز الجنوب افريقي في كاس السوبر. نفكر حضراتكم باهداف هذه المباراه سوبر 2002. في الفتره الاخيره وكره طويله، لكن ماركو ميتيمبو وخالد بيبو عملها، خالد بيبو يلقي بكلمة الافتتاح خالد بيبو في الدقيقة 6. يا سلام وادي الاعلام الحمراء اهلاوية، يعقد صفقة رابحة مع الشباك في المباريات الأخيرة خالد بيبو. يا سلام، شوف خالد واكتسب حسن، يحطها من بين رجلين بريامبولي في الدقيقة 6. خالد بيبو وتحمر ويشعل كل شموع الإثارة في استاد القاهرة خالد بيبو في الدقيقة 6. اتجه نحو أقدام ورأس خالد بيبو، وخالد بيبو لعب حلو قوي، وحسام غالي، يا سلام يا سلام يا حسام يا غالي، إلى
حسام خالد بيبو جري له قطع له جميل جدا جدا في المركز الجديد حسام غالي، وهو شافه باشاره لاسلكيه ودايره فكريه مغلقه. احبائي الكرام، ربطت بين خالد بيبو وبين حسام غالي في الدقيقه 30 بالهمساتي بالنظراتي بالتحركاتي والله بالاهاضي. ابعت لي يا خالد شوف شغلك يا حسام، وحسام شغله ايه؟ بيدي تعليمات مانويل جوزيه. جول جول جميل جميل مش ممكن. عصام الحضري دخل التاريخ يا عصام يا حضري، مش ممكن. بيفكرنا بتشلافير، بيفكرنا بتشلافير. شاف الراجل لسه، انا بقول لحضراتكم ان بيريان بالوي كابتن التيم بيخالف كل التوقعات والمواصفات لحارس المرمى، سابوها لعصام وعصام لعبها، لان الراجل كان متقدم، تخبط في العارضه وتخبط في جسم مريم بلوي ويدخل موسوعة جينيس عصام الحضري. وفي احدى نوادر الكره المصريه يزيد من تألق وتوهج النادي الاهلي ويحرز الهدف الثالث في الدقيقه 20. يعني لو اللعيبه بتاعتنا تسيطر، وادي ابراهيم سعيد بدماغه، رضا شحاته المتألق، رضا شحاته وعملها حلوه لابراهيم سعيد، والكره العرضيه بتعدي، يلا حط هوبا سيد عبد الحفيظ يكمل الرباعيه ويكون ليه نصيب في الكعكه. لكن شفتوا حضراتكم ان النادي الاهلي وهو دائما سيد يسكن تحت الاضواء، لكن شوفوا حضراتكم ومتابع كويس ودخل فين، بيلاقي نفسه في الحته دي، شوفوا هو فين، مش بعيد عن الطرف خالص، هو في القلب. اه لو سيد يلعب في الحته دي يا سلام يا مانويل جوزيه، هتشوف شغل حلو قوي وتيمك هيتنقل نقله كبيره قوي لما تدي شويه حركه ومرونه في مساحه اكتر لسيد عبد الحفيظ. ولكن هل في مثل هذا اليوم ايضا قريبا في عصر جديد استطاع الاهلي ان يحقق فوزا على الزمالك؟ اه 2008 في الدوري 2-0. شوفوا حلوه جدا من احمد فتحي على طول في لافيو، تسديده بالقدم اليسرى خطيره، هي دي توب الهدف الاول. الله احمد فتحي، اول هدف، اول هدف لاحمد فتحي، يحليها ويحمرها هنا. شوف تابع معايا التسديده وشوف الحظ والتوفيق خدم احمد فتحي، وادي عبد المنصف طالع في توقيت غير مناسب تماما، ولكن على طول احمد فتحي بالاستحواذ ونسبه الاستحواذ، كره على طول اماميه، راسيه خطيره توب، هي جول. الله يصالح الشباك. طيب احتفظنا بفتحي وحشنا متعب. 15 مارس 85 الاهلي فاز على مستقبل المرسى التونسي، ده كان في بطوله افريقيا للانديه ابطال الكؤوس، سجل اسامه عرابي، محمود الخطيب، علامه يهوب، حمدي ابو راضي، اربع اهداف رائعه نفكر حضراتكم بيهم. وكان عرابي بيلعب كرة حلوة لحمد أبو راضي ناحية اليمين، وداخل حمد أبو راضي بيلعبها حلوة لعلامة يهوب ناحية اليمين، وداخل علاء، وداخل علاء ورق، وهيلعب كرة بالعرض، ولعب كرة بالعرض حلوة. لعب كرة حلوة حمد أبو راضي وتعدي وجول فاضي ومحمد عامر، يا سلام، وترد تاني وجول خطير، يا جول 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 عظيم، جول عظيم، مش معقول مش معقول، جوه الجول، يا سلام، جول جميل 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 جميل، جول جميل جميل جميل، يا جول مش معقول، جول مش معقول، ايه ده؟ 2-0 لصالح النادي الاهلي، كمان جول عشان تبقى النتيجة ظريفة. بيلعبها العلاء يهوب، جول 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 جول، الجول الثالث للنادي الاهلي، علاء يهوب، علاء يهوب، 3-0، الجول الثالث علاء يهوب على شمال الفرجاوي.
عبد الغني بالعرض وللخطيب، والخطيب بيرقص واحد وفوز اثنين بيلعبها حلوه لحد مراد وحد هو مفروضه أهداف رائعة، وخصوصا الهدف الرابع هدف جميل، ولكن الأجمل منه الأسيست كمان كوبري ومش عارف إيه وبتاع. يعني رؤية كابتن خطيب ده برضو كويس إن احنا نشوف له لقطات تذكرنا بقيمة هذا اللاعب العبقري والإداري بإذن الله الذي سوف يتفوق على اللاعب. تعالى نطلع فاصل. دي أجيال بتسلم بعض والكل في واحد، عشان كده زي النهاردة في كل يوم هتلاقوا في انتصار للأهلي، وده تأكيد لمعنى تواصل الأجيال ومحمد حمائي. فاصل نسمع خلاله محمد حمائي، أجيال بتسلم بعض والكل في واحد. أهلا بحضراتكم من جديد. قلت لكم في البداية فات على عمر مجلس الإدارة الحالي 3 شهور ونص بالظبط، 12 و1 و2 والآن في نص مارس. فيهم شغل كتير تم وفي طموحات كبيرة جدا مستنية، عشان كده الناس دي مش فاضية للرغي ولا الرد على الكلام الصغير ولا الانشغال بحاجات لا تليق ابدا وما هياش في الرياضة وما هياش في طبيعة الالفات. ما انت فكرتني بحاجة مهمة يا استاذ ابراهيم، هتقول لي حاجة واحدة؟ لا فكرتني بحاجة مهمة. طول النهار تليفونات، الحق كابتن عادل فلان بيقول، كابتن عادل مش معقولة كده بقى، احنا مش دورنا ان احنا نقعد نتفرج ونرد، احنا بنرد على الاكاذيب، بنرد على المواقف اللي تحتاج رد، اما مش منشغلين قوي نعلم على حد ولا يعني. فمن فضل الناس يعني تهدى شويه، واحنا اللي يستحق الرد هنرد عليه، الامر الذي يستحق الرد هنرد عليه. طيب، جزء من المشاغل والمهام اللي واخده وقت الكابتن محمود الخطيب والوزير العامري فاروق نائب الرئيس والاستاذ خالد الدرندلي واعضاء مجلس الاداره كلهم، الحقيقه الفرع الجديد للنادي الاهلي، الناس تخبط وتزعق وتتخانق والاهلي بيتجه للفرع الرابع غير المدينه الرياضيه العملاقه التاريخيه العالميه اللي هتلاقوها بعد كده ان شاء الله في المشروع القرن. بس الاهلي بعد انا بس والناس بتتفرج لهنا. ده ايه بقى يا جماعه؟ شارب نط قبل مننا يعني تقريبا. النادي الاهلي في شهر نوفمبر الماضي قبل الانتخابات بايام قليله احتفل مجلس الاداره السابق برئاسه المهندس محمود طاهر اللي ليهم كل الشكر والتحيه. خد بالكم اللي احنا بنعرضه ده مش هدفه ابدا ان احنا نقول كان في خطا، لا، عايزين نقول ان في مشكله. مجلس الإدارة الحالي بيبذل كل الجهد حاليا وإحنا بنكلمكم للتوصل ليها لحلول نهائية، ربما كان في بعض الحلول المطروحة لكن بشكل نهائي لم يتم التوصل بعد لواحدة من أصعب العقبات اللي بتواجه مشروع فرع الأهلي الرابع في التجمع الخامس. ممكن تزيعه تاني؟ ما هو لازم يزع اللقطة دي. زعلنا اللقطة دي عشان هنشرح عليه تاني واحنا بنكتب. ده حجر الاساس بتاع فرع التجمع الخامس لما كان احتفل بوضعه قبل الانتخابات بايام. اتفضل يا باشمهندس. احتفال بوضع حجر الاساس جميل، مجلس الاداره اراد ان يضع بصمه وهو يغادر ويسلم المجلس الجديد الموقع الجديد، لكن نتوقف عند الصوره دي. تعرفوا ثبتوها لنا؟ كيف يمكن لإدارة هندسية طالعة عمالة بتتكلم ليل نهار وإحنا مش عايزين نخش في القصة دي أن تتسلم أرض بهذا المنظر، أرض مجرفة بهذا المنظر، وتتسلمها عشان تعمل عليها منشآتك، عشان نخش في مشكلة؟ كمل بقى، حرك بقى. التجريف هنا يا جماعة أرض محاجر فيما يبدو واصلة العمق تحت 4 أو 5 أدوار،
فدي لا 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 ده مئات الالاف من الامطار من الرمال بيعت. والمدهش ان لما جت اللجنه تتسلم ده المستشار الهندسي. طيب هنشوف بقيه بقيه اللقطات ليه مختلف من زاويه تانية. ادي المنظر المفروض تستلم من الارض مستويه كده. شوف بقى المنظر اللي حتى 180 مليون جنيه تكلفه اعاده الارض دي الى طبيعتها عشان تقدر تستخدمها. والارض بصوا العمق بتاع التجريف يا جماعه واصل لفين. تاني احنا مش بنقول ده طعنا في جهود سابقين، لكن في مشكله كبيره موجوده في ارض النادي يحتاج ابراهيم. يدفع 180 مليون جنيه. يا استاذ ابراهيم الموضوع مش موضوع طعن. انت استلمت الارض دي وسبتها وصدرت مشكله للي يجي بعدك. طب استلمتها ليه كده؟ ليه ما تحفظش وانت كان بمقدورك انك تتحرك شويه يمين او شمال وتستلم ارض سليمه من دي 1؟ ما عملتش كده. او ما تستلمش بهذا الشكل. الله. يعني طيب ما ده النقطه ليه. لماذا التسرع في استلام الارض على هذا النحو؟ واخد بالك؟ فطبعا انك انت تتكلم ان دي ارض يعني جديده للاهلي، اول الارض دي تكلفتها هتزيد عن 700 مليون جنيه. عباء السعر بالفوائد اكتر من 700 مليون جنيه. طب انت 700 مليون جنيه وتدفع لك حوالي قرابه ال 200 مليون جنيه عشان تبدا تعمل. شايفين يا جماعه مستوى الحفر في الارض نازل لغايه فين؟ هتبني فين وهتعمل ايه في الاعماق اللي كان عايز اقول لك نقطه بقى دي اللي اتوقع يعني هو المجلس كان الفتره اللي فاتت منشغل بايه فيما يخص هذا الامر. ان طيب لازم علاج هذا الامر والضغط الشديد ان الاهلي ملوش ذنب ان يتحمل كل هذه التكلفه. وان كان هناك تفهما من الدوله وان كان هناك رغبه في التعاون كان، لكن هناك مشكله حقيقيه ارجو ان يستطيع ان يحسمها الاهلي خلال اللحظات الايام القليله القادمه. فيها مجهود كبير فيها مجهود كبير، لان مع حل هذه الازمه نقدر نبدا في الفرع الجديد. مشكلة اللي انتوا شايفينه ده يعني. مشكلة اللي انتوا شايفينه حضراتكم انه ما ينفعش يبقى فيه فرع في التجمع بهذا الشكل على هذه الارض، لانه ارض ب 700 مليون جنيه عشان تسويها وتبقى صالحة زي ما المهندس عدلي قال التقديرات الهندسية اللي اتقالت 180 مليون جنيه. مين هيدفع 180 مليون جنيه لاصلاح خطا؟ عشان ما نبقاش بنقول ارتجالا او مسائل تخريبيه، ما تجيبوا لنا مدير الاداره الهندسيه. لا الاول هنشوف اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي وقتها. كان اللواء شيرين هو المدير التنفيذي للنادي وقت تسلم مجلس الاداره السابق لهذه الارض، واشرف بنفسه على وضع حجر الاساس، وكان موجود في بداية عمل مجلس الإدارة الجديد برئاسة الكابتن الخطيب مرحلة التسليم والتسلم لما عاين الأرض واكتشف هذه المشكلة الكبيرة جدا. مشكلة حلها يحتاج إلى 180 مليون جنيه. نسمع اللواء شيرين شمس. طبعا اللواء شيرين شمس طبعا برحب بك في البداية، لكن عايزين نتكلم عن استلام الأرض بهذا الشكل زي ما الأستاذ عمرو بيقول. تعليق حضرتك. لا هو احنا رحنا يعني تقريبا من سنة، كنت أنا الأستاذ معاد وحيد ورحنا هيئة المجتمعات هنا في التجمع واتفقنا على الدفعات والدفع المقدمة وكل حاجة وجينا شفنا الأرض بس كان من الجانب الآخر، يعني الجانب ده احنا ما شفناهوش، ما كناش عارفين ان في طريق هنا لأن الأرض على ناحيتين. لما انا الزياره بعد كده كانت للاستلام، يعني هو طلع قرار الاستلام كان 17/11 وجينا بعديها ب 48 ساعه كان في حجر الاساس وكانوا موجودين وكانت الارض استلمناها كده. ودي مسؤوليه هيئه المجتمعات وزي ما بيقول سياده الوزير برضه مسؤوليه وزاره الاسكان، لانه هذا المنظر دي مسؤوليتهم هم، المفروض يستلموا لنا الارض مستويه
او زي بقيه الاراضي اللي احنا شايفينها قدامنا الناحيه الثانيه. هل في اي خطوات اتخذها المجلس السابق فور رؤيته لهذا الشكل الخاص بالارض؟ ما هو بص حضرتك برضه عشان ندي كل واحد حقه، انا بكلم حضرتك ان احنا في يوم 20 أو 21 وكان فاضل 8 ايام على الانتخابات، فما كانش في مجال لسه يعني انه لو المجلس ده كان موجود فضل قاعد كان هياخد اجراءاته، او المجلس اللي جاي المفروض انه ياخد اجراءاته بقى بالنسبه للوضع اللي احنا شايفينه ده. هو طب كان في تعليق على الاقل منه؟ اه لا، شافوا المنظر وبتاع، وحتى يعني كان في استغراب بس ما اتخذش اجراء لانه كنا استلمنا الارض خلاص، يعني كنا ماضينا واستلمنا وكل حاجه. فيعني اعتقد ان هو العضو كانوا هيواجهوا نفس المشكله وكانوا هيحاولوا يحلوها زي ما سياده الوزير بيقول انه المجلس الموجود دلوقتي هو هيشوف بقى مع وزير الاسكان انه يشوف حل، لانه دي مسؤوليتهم يعني انه ما ينفعش تسلم ارض كده. عشان بس نتكلم، كل شيء يكمن في كلمه استلام. اما بتيجي ترصف طريق ها المشكله في الاستلام، تيجي تبني كوبري المشكله في الاستلام، لانك من لحظه ما بتستلم بتقول ان كل شيء تمام. معنى الاستلام دون تدوين الملاحظات على الاقل والتحفظ والاحتفاظ بحقك في مراجعه هذه الملاحظات، يبقى معنى كده انت شايف ان الامور ما فيهاش ملاحظات وكل شيء تمام. فلما تستلم عمارة وتقع، لا، اللي استلم عليه جزء من المسؤولية يا أستاذ إبراهيم. أنت معاك مكاتب استشارية ومعاك أجهزة إدارية، ما هو الرغبة في أنك تستلم ليست سببا في أنك تستلم غلط. فطبعا القول بأن إحنا استلمنا وما يعني والمجلس لم يسعفه الأمر، الكلام ده هضرب له تعظيم سلام لو في محضر الاستلام مدونة هذه الملاحظات. يبقى خلاص هيعملوا ايه؟ استلموها وكانوا هيشرعوا في العلاج. لان انت ممكن جدا كمان الارض دي ما اتخذتش في يوم وليله، ده الكلام عليها ابتدا مع بدء المجلس، يعني في 2014 كان في كلام ان هناخد ارض، وبعدين لقينا الارض، وبعدين بعيننا الارض، وبعدين انتهت باستلام الارض، وبعدين دفعنا 50 مليون جنيه، وبعدين استلمنا الارض. في خلال الفتره دي مش ممكن تكون الارض كانت كده؟ مؤكد ان اللي راح شافها لقاها مستويه في الاول. اذا التجريف خلال الاربع سنين ده وصلنا الى هذا الوضع، يبقى الرمل ده كمان كان ينبغي ان يتقال مين اللي خده. لكن احنا مش عايزين نرجع فلاش باك بقى ونخش احنا عايزين نعالج. هل يستطيع المجلس الحالي حتى نبتدي الحلول المطروحه؟ طب خلينا نشوف المهندس سامح علي كامل مدير الإدارة الهندسية في النادي. يا باشمهندس أهلا بيك. أهلا بيك يا دوارين، إزي حضرتك؟ إيه الوضع ده يا باشمهندس؟ أنت لما جيت مديرا للإدارة الهندسية يمكن كان المجلس في مرحلة تسليم وتسلم في كل الأنشطة المالية والقانونية والرياضية والهندسية، وأنت كنت المفوض أنك تشوف الاستلام الهندسي في الأربع فروع، صح ولا غلط؟ مظبوط يا كابتن. مظبوط. طيب انت لما رحت بقى احكي لنا ايه الوضع، هل محضر الاستلام السابق ولا انت ما طلعتش عليه كان مدون به هذه الملاحظات؟ نبدا الموضوع كده من الاول. ابتدي. احنا اول ما الكابتن محمود الخطيب نجح ومجلس نجح بدانا نكمل على المجلس السابق. بدانا رحت عملت معاينه للارض ومعايا محضر الاستلام. محضر الاستلام ما فيش فيه اي ملاحظات، مكتوب فيه ان المجلس استلم الارض وعينها معاينه نافيه للجهاله. شوف الجمله دي. احنا بنتكلم كلام محدد ده عشان ده كلام واضح. شوف ده اللي قصدي عليه. انت لو استلمت بقيت مسؤول، يعني ده اتجرب بعد الاستلام ولا ايه؟ استلمها معاينه، استلمها في معاينه نافيه للجهاله. طبعا رحت شفت الارض، الارض متاخد منها 1,200,000 متر مكعب رمل. مليون و200 متر مكعب رمل. طبقا للرفع المساحي اللي عمله المجلس السابق اللي عاملينه. المساحه المعيوبه على الارض دي كام يا باشمهندس؟ 38% تقريبا من ال 50 فدان بعمق متوسط 20 متر. انت لا ده 20 متر. استاذ ابراهيم ده قال كلمه والنبي تعالى نتوقف عشان واحنا بنشرح للناس. انت بتقول مين اللي عامل التقدير بتاع الكميات المجرفة؟ الكميات المجرفة اللي تم حصرها طبقا للرفع المساحي اللي قام به المجلس السابق
من كلية الهندسة جامعة القاهرة معمول رفع مساحي للأرض بالكامل، وأنا مستلم الرفع المساحي ده من المجلس السابق. لحظة واحدة، لحظة والنبي لحظة، أنا أصل الحاجات دي أنا بحب أتوقف قدامك. اتفضل يا أنت سيادتك دلوقتي بتقول إنهم استلموا وقالوا سلمنا الأرض سلاما نافعا للجهالة. مظبوط. وبعد كده بتقول لي لا ده كان فيه من رفع الرفع مساحي بيقول إن في أرض مجرفة ب 38% من مساحة الأرض. مظبوط. الله، يعني إذن كانت معلومة إن الأرض مجرفة قبل أن يتسلم المهندس الاستشاري أو المدير الإدارة الهندسية هذه الأرض، كان عارف إنها مجرفة وقال أنا استلمتها استلاما فعليا نافيا للجهالة. تمام، وده اللي أكده اللي هو شيرين الحديث اللي حضرتك سامع زيه دلوقتي. ده فعلا ده مثبت. طب ايه اللي يدفعه لهذا يعني؟ وانت تقرير الرفع المساحي اللي انت بتتكلم عليه انه ده كان في تاريخ المجلس السابق ده ياكد ده. طبعا ده قبل المجلس، قبل الانتخابات، ده قبل الانتخابات الكلام ده موجود. طيب دلوقتي ايه الوضع؟ نكمل بقى. لما انا شفت الموقف بهذا السوء طبعا دي الارض مستحيل ان احنا نكمل عليها او نقيم عليها المشروع اللي يحقق حلم للاهل. مستحيل. ليه مستحيل؟ عشان برضو نقول للناس ليه. لان الارض محفوره بعمق متوسط 20 متر. عشان احلها عماره يعني محتاج ان انا اردم، ولما اردم بردم على طبقات، كل طبقه ليها اصول هندسيه في الردم والدمج والمعالجه، هيبقى رقم كبير جدا يعدي 150 مليون جنيه. 150 مليون جنيه مش 180، لان الرقم اللي قيل لنا 180. في ظل عدم وجود ميه انت بتردم على طبقات وبتشتري ميه من بره عشان تردم عشان تعمل دمج عشان تعمل اختبارات وبعد كده لان انا سمعت يعني 150 من غير الميه. لا بكل حاجه طبعا، ده تقديريه عشان ترجع الشيء الاصلي. وقد لا يعود، يعني حد قال ان هندسيا طبعا ممكن المبنى على رمال متحركه زي ده يبقى خطر. هي تعود، لكن المشكله مش في كده كمان. انا في بعض الاراء طلعت من المجلس السابق في مداخلات سابقه مع برامج تلفزيونيه، قالوا نستغل العمق ده ان احنا نعمل جراشات. فهل انا معقول ارض عندي 50 فدان اعمل تلتها جراشات واتكلف كل هذه التكلفه الباهظه؟ انا ايه اللي يجبرني امشي في تصميم معين وانا عندي في ايدي ان كنت اخد حاجه مظبوطه مستويه وابدا اشتغل عليها؟ صحيح. لا هفقد 38% من مساحه الارض جراشات. لا هو طبعا ده نوع من التفكير انك تستغل الارض على طبيعتها بقى. بس اتكلم بس لحظه سامي، لو هي مش تلت الارض ده 40% من الارض 38% يعني 40% من الارض، ما فيش جراش ب 40% من الارض. وهتكلف كتير جدا، وانزل 20 متر ليه؟ صحيح. يعني في حاجات مش مقبوله. طب النزول 20 متر بقى، دي خطوات بقى. النزول 20 متر ده ما يخلش بالوضع زي ما بيقولوا ايه، الاستراكشر بتاعه الارض نفسها والاستابيليتي، وانها ما تنهارش في يوم او ما تاثرش على المباني المحيطه؟ لا، ما انت هتبدا تعالج زي ما بتعالج تردم على طبقات، كل طبقه 25 سم. تتخيل انك بتعمل 20 متر بتعمل طبقه 25 سم. بتعمل لها اختبارات وتعمل لها دمج، يعني حوالي 100 طبقه لضغط التربه وكثافتها. طيب اذا ده مشروع لوحده. ده لوحده كده. الارض ال 50 فدان سعرها حوالي 700 مليون جنيه سعر وفوائد. بالفوائد. بالفوائد. الارض كام الاول؟ الارض 50 فدان اللي دفع منها تقريبا 69 مليون تقريبا. 69 مليون اتدفعوا خلاص. تمام. طيب ممكن تفضل. انا عايز اسال سؤال. طب ما احنا دلوقتي في فوائد بتدفع، ما هو التأخير ده وعلى ما نعالج الأمر وعلى ما نلاقي أرض جديدة ونبتدي نعمل لها اختبارات جديدة ونبتدي في المشروع، هيروح مننا يجي سنة تقريبا، هتكبدنا برضو فوائد عالية جدا. ما هو ده يا كابتن عدلي اللي كابتن محمود ومجلس الإدارة من ساعة أنا ما رفعت التقرير ليهم اتحركوا بسرعة وبدأوا ياخدوا إجراءات، وربنا يسهل إن الجهود دي تكلل بالنجاح الفترة القادمة إن شاء الله.
ربنا يعني انا عارف انه في مجهود كتير بيبذل جدا جدا في الثلاث شهور دول. اتمنى من المسؤولين في الدوله ومن وزاره الاسكان يعني النظر باهتمام لدور النادي الاهلي في منطقه زي كده، لانه الحقيقه زي ما الباشمهندس سامح بيقول، وانا عشان اخد ارض بهذا الشكل هاخد وقت قد ايه عشان اهيئها واجهزها؟ هدفع حوالي 150 مليون جنيه، ده تقدير رسمي مش كده؟ تقدير طبعا الواقع، احنا بنتكلم كلام محسوب طبقا للاستشاري اللي معانا، ده على فكره الكلام ده مثبت. الاستشاري اللي مع النادي الاهلي هو اللي طلع الارقام دي التكلفه. ووضع في خلفيه اهي، في يعني كومباوندز وعمارات طالع يعني حواليك. الارض على شارعين، الارض على شارع وشارعين وجار وجار. موقع متميز جدا طبعا. لكن موقع متميز ما اقدرش اشتغل فيه بكره الصبح للاسف. ربنا سهل. انت عندك حاجه تحب تضيفها على هذا الامر؟ في حاجه بقى كمان غير الحفر ال 20 متر كمان، ان بدا بيتردم فيها مخلفات. ما هي ابتدت تردم، ما هي فيها مخلفات كتيره. اين في الصور طبعا في مخلفات، ودي مشكله جديده بقى انك تشيل المخلفات دي. بالظبط، دي مشكله ثانيه بقى. لما تقدرش تستخدمها في الردم دي. لا مستحيل. دي كلها مخلفات وناتج حفر فيها طفله وحاجات ما تنفعش للردم نهائي. هو كمان الارض واضح انها ما اتغفرتش كويس يعني. كابتن عادل طيب. الكلام ده ما تمش في يوم وليله. الكلام ده تم ما طبعا على الاقل في سنه سنتين يعني. لما خدنا ارض الشيخ زايد اول ما اتخصصت النادي الاهلي، النادي الاهلي راح معين مدير امن وامن من النادي يحرس الارض. كلام الشيخ زايد عندنا ده اللي احنا عملنا فيها. النادي خاطب وزاره الاسكان، اعتقد الوزير مدبولي مهتم جدا بمزيد من الاعمار في المناطق ده شغل بقى على مستوى مجلس الاداره بقى كابتن، ويمكن يوم الاحد يكون في اشاره الى هذه الامور يعني. طيب ان شاء الله يكون خير. شكرا جزيلا للمهندس سامح علي كامل مدير الاداره الهندسيه في النادي الاهلي. وهنا ام المشاكل بجد، لانه المهندس عدلي بحس البيزنس مان، لانه راجل اعمال على فكره. اعمال في ايه؟ لقط حته انه ما هو انا هاخد وقت على ما اجهز. الفكره مش في ال 150 مليون جنيه اللي هتغرمهم علشان امهد الارض. يمكن ال 30 دول هي الاعباء بقى بتاعت السنه المترحله، انما التاخير لوحده مشروع تاني، فهيزود او هياخر بدء المشروع، فهيزود الفوائد فهغرم اكتر. المشكله الثالثه، حتى البناء على ارض اتحفرت لمده لعمق 20 متر ثم يتم ردمها طبقه بعد طبقه بعد طبقه، أنا سمعت رأي هندسي إنه البناء عليها قد لا يكون آمن. لأنه أنت بتتكلم على أرض أو تربة هتريح، وكل ما تشرب مية وقتها تتحرك طبعًا، فبالتالي فيها الله خطورة. الله أعلم، أنا مش عايز أفتي. أنا ما أتمنى كل الجهات المسؤولة في الدولة تنجح هذا الموضوع، إن تمد إيديها للنادي الأهلي في الآراء المطروحة. أنا عارف إنه فيه أكتر من حل مطروح، نشوف افضل الحلول اللي تساعد النادي الاهلي، مش بس يوفر 150 مليون جنيه هيدفعهم، لا وقته، وعشان يقدر يؤدي رسالته لوطنه ومجتمعه باسرع وقت ممكن في منطقه مهمه. استاذ ابراهيم الموضوع ما فيهوش مجاملات قوي يعني، كمان هو مصلحه الجميع، لان وجود النادي الاهلي تنموي. ان يبدا النادي الاهلي ويبتدي مشروع يتحرك ويبتدي ياخد يعني اشتراكات وكده، المجتمع بينمو اللي حواليه، فده مصلحه الجميع، وباذن الله هتتحل. انا شاعر كده يعني، اتمنى انه فعلا يتم التوصل لحل من الحلول الكتيره اللي مجلس اداره النادي طرحها، واللي كابتن الخطيب بذل مجهود كبير جدا في اكتر من لقاء مع مسؤولي وزاره الاسكان والوزير العمري فاروق في محاوله ايجاد حل لهذه الارض. الاهلي طموح جدا ان يبدا سريعا العمل في الفرع الرابع. ما دي نقط التحدي بقى اللي كمان يعني انا بقول المجلس بيتحرك حاجات مش معقول حسابها، وعايز تنطلق وعايز تبدا، فلو استطاع المجلس انه يكون يتوصل الى حل سريع، لا هيبقى حاجه نقطه ايجابيه مش عايزه مناقشه. تاني، احنا بنسلط الضوء على مشكله موجوده، لو لم يتمكن مجلس الاداره الجديد من حلها هيبقى برضو مكلف للنادي اكتر، وساعتها يستوجب اللوم زي ما استوجب المجلس السابق انه استلم بهذا الشكل. احنا فقط بنتكلم لمصلحه الاهلي،
لهذا المجلس ولا ذاك ولا اللي جاي ولا اللي راح ولا اللي قبله. بنتكلم يا جماعه مصلحه النادي فين؟ ان انا اتغرم 150 مليون جنيه اضافيه كان ممكن ما تكلفهاش زي ما اللي هو شين شمس قال، لو كنت رحت استلمت بمعاينه حقيقيه، لو ما كنتش استعجلت ان انا استلم واحط حجر اساس قبل الانتخابات بثلاث اربع ايام، لو المساله ما كانش الهدف منها الشوء الانتخابي كان ممكن جدا المجلس يبذل جهود اكبر في وقت مبكر شويه، وكان عندهم الحقيقه المهندس محمود طاهر وكل اعضاء المجلس كل الفرصه في الوقت ان هم يقدروا يستلموا الارض بمعاينه حقيقيه. اما وانه المشكله خلصت والنادي اخذ الارض بهذا الشكل وبهذه العيوب الفادحه جدا، كلمه استلام دور فعليا الجديد محاوله التخلص من هذه المشكله نافيا للجهاله. ده 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 اسف شغل محامين، ده شغل محامين، ده شغل قانوني. انا فوجئت بجمله نافيا للجهاله دي، حسيت يعني ان انت بتترفع. ما هو انا سالته قال لي استلموها، وراح قاري من محضر السلام الجمله دي. يعني انت لما تيجي تستلم بتقول والله الوضع، ما تجيش بعد كده تقول انا ما خدتش بالي. ما ينفعش. نتمنى وننتظر ونامل ان شاء الله تعالى خلال اليومين اللي جايين يكون الاتصالات اللي شغاله في الحلول المطروحه، انا عارف ان في حلول عده مطروحه، يتمكن مجلس اداره من التوصل لحل نهائي فيها، لانه كانت في حلول اطرحت قبل كده والا الفوائد هتلتهم كل شيء. كان في حلول كتيره اتقالت قبل كده، عرفت انه لا ده كلام ما كانش نهائي ولسه في محاولات كبيره بتبذل. دي محاولات كتيره بتبذل، لكن في مواقف كبيره قوي اتخذت تفاصيلها وكواليسها ومشاكلها بعد الفاصل. يعني راجعين على فقره مهمه، فقره انتصار المبادئ. الفقرة دي أهميتها إن الناس أحكامها كانت متسرعة جدا، يعني تشوف الأسبوع الماضي ده والكلام اللي اتقال قبليه، وبعدين في خلال خمس ساعات اتقال إيه، وبعديها بعد عشر ساعات اتقال إيه. ده معناه إن الناس لازم تثق شوية. النادي الأهلي بيبقى له منظور وله رؤية ويتحرك، ولكن هذه الرؤية لا يمكن تخل بثوابت الاهلي. خلي ثقتكم في ادارتكم شويه وما تتسرعوش، لان في الاخر اللي بيحكم نظام العمل في النادي الاهلي ان الاهلي فوق جميع ابنائه، فوق مصالح جميع من ينتمي اليه. مفيش حد اكبر من الاهلي. الاهلي ينافس الاهلي في الحب، في الشموخ، في العظمه. الحقيقه في قرار تمديد عقد عبد الله السعيد احسن لاعب في مصر ثم عرضه للاعاره او البيع، انتصار للمبادئ، انتصار لحقوق النادي الاهلي، حقوق النادي الاهلي، انتصار لكلمه قالها محمود الخطيب ومجلس ادارته لما ترشحوا، ان واحد من اهم الاهداف اللي تقدموا بيها للجمعيه العموميه او الوعود او الالتزامات او التعهدات اللي تقدموا بيها للجمعيه العموميه ووثقت فيهم وادتهم هذه الثقه الغاليه جدا والكبيره، الدفاع عن هيبه الاهلي. فاذا ما تمست هذه الهيبه يبقى ده كان كلام انتخابات، لكن لما يبقى عندي حرص على الدفاع عن هذه الهيبه وهذه القيمه وهذه الصوره وتلك الحقوق، مش حقوق بس، حقوق الاهلي الماديه، حقوق الاهلي الادبيه، حقوق الاهلي التاريخيه، ده قرار هيعيش. ثم حقوق جماهير الاهلي اللي ما ينفعش ابدا زهوها بناديها وفخرها بيه تهتز، ما ينفعش. كان مجلس الاداره على المحك، كان محمود الخطيب بتاريخه على المحك، وأنا أعتقد هذا الانتصار للمبادئ موقف هيذكره التاريخ. ما هو وتفاصيله كتيرة، وكمان ضمن هذه الاستجابات استجابة لرغبة اللاعب. أنت راجل
مش عايز تفضل معانا خلاص. لا 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 والنبي مش عايزين نقولها كده. انت راجل اخترت مصلحه معينه، انت عندك رغبه ان انت تحقق هدف مصلحه معينه. اوكي عندك مصلحه معينه وشايف ظروف حياتك كذا خلاص. بس احنا النادي الاهلي ينبغي نتعامل في هذا الامر بما يليق بالنادي الاهلي. اصل في نقطه يا استاذ ابراهيم في هذا الامر الناس مش واخده بالها منها والناس بتناقشها، وانا قلتها في اكتر من مكان بالعكس. واحنا بنحط الاحتمالات وافضل احتمال لعلاج هذه الازمه، احنا الاربع خمس ايام الماضيه كانوا شافوا مجهود تحديدا حتى من رئيس النادي اللي كان بيتواصل بالتليفون لاثنين وثلاثه بالليل معايا، وضروري مش معايا لوحدي ومع جهاز الكوره، يعني هو كان يقفل معايا يعني اذا هو للفجر بيدور على انسب حل لهذه المشكله. اللي اتقال بقى يعني اتاخرته، اللي اتقال ان اللاعب فضل نفسه ورغم كده انتوا بتلهسوا وراه، اللي كلام كتير جدا. لكن وانت بتعمل هذا ما انتش منشغل انك تدافع عن نفسك، قول اللي انت عايزه انت وهو، اوعى تنشغل لحظه. قراري ما طلعش لسه، قراري ما طلعش ومش هدافع عنه. وعلى فكره هناك تفاصيل مش هنقولها، مش مطالب ان انا اقول لك كل طريقتي في التفكير وتفاصيل الامور ماشيه ازاي، لكن في النهايه الحل الامثل هو ما تحقق. اللي انتصر لكل هذه الابعاد، عشان كده هستعرض معاكم سريعا بعض ردود الفعل الصحفيه ونشوف الفيديوهات المهمه لواحد من اخطر واهم القرارات الاهلاويه في السنين الاخيره. جريدة الوطن قالت الأهلي يفسد مخطط مرتضى ويمدد عقد عبد الله 3 سنوات. وقالت الوطن أيضا الخطيب ينتصر لقيم الأهلي بقرار تاريخي ضد عبد الله السعيد. الأهرام قالت مبادئ الأهلي تنتصر على نزوات السعيد. الخطيب يحفظ هيبة القلعة الحمراء ويوجه رسالة النادي فوق مصالح أبنائه. في برضو كتير من المشاهد والشواهد اللي دللت على كل هذه زي ما وردت في تقرير الأهرام. الموقع الرسمي للنادي قال الأهلي يبدأ في التفاوض على بيع أو إعارة عبد الله السعيد. وقال الأهلي في الموقع الرسمي على لسان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السعيد سافر بإذن ولم يتم تغريمه لأنه عبد الله سافر إلى لندن لقضاء أجازة هناك. يمكن ظهرت له صورة النهاردة مع النجم العالمي محمد صلاح في احد المطاعم في ليفربول، وهيقضي اجازته عبد الله السعيد في لندن ثم يسافر على زيورخ في سويسرا للانضمام بعد كده لمعسكر المنتخب. كابتن مختار مختار قال في اليوم السابع بيقول لعبد الله السعيد ما اقساها نهايه لتجربتك الرائعه. كان في كلام كتير خلال هذه المسائل، لكن كل القنوات كل البرامج حتى التوك شو العام مش الرياضي بس اهتمت بقرار النادي الاهلي واللي عمله في هذه الازمه. واراء غير الاهلاويه اعتقد بتبقى ليها اهميه ودلاله. البدايه مع الكابتن علاء نبيل وهو يتحدث في قناه صدى البلد عن ما فعله الاهلي. حدث لعبد الله السعيد هي طبعا اعتقد ان بقال النادي الاهلي بقاله فتره طويله في موضوع عبد الله السعيد. اللي حصل النهارده اللي هو يجدد ويتم قرار باعارته او ببيعه، على ما اعتقد ده سياسه كبيره جدا لعبها النادي الاهلي بحنكه وبخبره. واعتقد النادي الاهلي نجح في ان هو ينفذ اللي في دماغه من الاخر. لا وضح لي اكتر. انتقال عبد الله السعيد لنادي الزمالك كانت هتبقى مشكله كبيره. تمام؟ للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. نعم. النادي الاهلي قدر اللي هو يخلص عبد الله السعيد من صفقته مع نادي الزمالك. وفي نفس الوقت حوار الموضوع طبعا ان النادي الاهلي كان زعلان جدا من تصرف عبد الله السعيد اللي هو وقع لنادي الزمالك. النادي الاهلي ضرب عصفورين بحجر. نعم. منع هذه الصفقه وفي نفس الوقت
بيقول له عبد الله السعيد مش النادي الاهلي تمام معاه كده. تمام؟ على هذا الاساس القرار الثاني طلع ان اعارته او بيعه للعروض اللي جايه. وحضرتك فاهمني طبعا. يعني هو لخص الكابتن علاء نبيل بعض ملامح الحل واهدافه وما تحقق منه. مؤكد ان الكلام اللي قاله يعني يعبر الى حد كبير عن 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 قيمه هذا القرار وما تحقق من خلاله. يعني طيب نشوف كمان الكابتن امام محمدين مدير قطاع الناشئين في نادي انبي، لانه ان نشوف الأندية الأخرى ومسؤوليها والقائمين عليها شايفين تصرفات النادي الأهلي إزاي. إيمان أنا شايف أنه قرار رائع. رائع ليه؟ قيمة الأهلي عبر تاريخه كابتن شوبير علمتنا النقاط الفنية اللي أشار عليها الكابتن علاء في عدم شفافية اللاعب لفترة طويلة أو مماطلة النادي الأهلي، شيء ممكن مش عايزين نقول يهز كيان النادي الاهلي او ياثر في معنويات النادي الاهلي. دافع عن حقوقه في انه ما فيش لعيب بيسيب النادي في مرحله زي دي من غير ما ياخد حقوقه. عبد الله وصل للمكانه دي يا كابتن شوبير عن طريق النادي الاهلي. عبد الله على فكره لعب في سن 16 17 سنه مع بوكير في الاسماعيليه في 2002. لعب صغير. عارفينه لعيب جيد ولعيب، لكن عمره ما كان بالتميز والامتياز وفي خلال الثلاث سنين اللي فاتوا هو يعتبر افضل لاعب في مصر عبر النادي الاهلي ومشاركاته الافريقيه. فالنادي الاهلي النهارده بيدافع عن قيمه ليه هو، وعشان كده الكاب سيد قال جمله عجبتني جدا، دور على مصلحه النادي الاهلي الاول. وياما اجيال كبيره وعظيمه لعبت في النادي الاهلي. فانا شايف انه قرار مدروس، واعتقد انه كان البحث عن تجديد التعاقد والاهداف دي محطوطه من قبل القصه اعتقد كانت مدروسه. اهم جمله في كلام الكابتن امام محمدين انه عبد الله السعيد لاعب كبير قوي، النادي الاهلي خلاه في خلال سنتين ثلاثه الاخرى احسن لاعب في مصر. ولما يبقى عندي احسن لاعب في مصر محدش يكلمني على انه احسن لاعب في مصر ممكن يمشي فري ترانسفير. مش ممكن يحصل في اي مكان. الناس اللي بتتكلم كده وخلاص، انا ما بتكلمش على لعيب قليل، انا بتكلم على لعيب جبته من الاسماعيلي بستة او بسبعة مليون جنيه من اربع خمس سنين، وصلته من لاعب غير دولي سبعة ونص مليون جنيه سبعة ونص الى احسن لاعب في مصر ويقدر ينافس على اللقب ده افريقي. انتوا ازاي عندكم جزء من العقل فاهمين انه في نادي وصل لاعب انه يبقى احسن لاعب في بلده عايزينه يسيبه ببلاش، عايزين مجهود النادي من مدربين واداريين ومنظومه ودعم وجماهير وعلاج وغيره توصله، مش بس لاعب دولي، ده احسن لاعب في بلده. عايزينه يمشي فري ترانسفير ليه؟ ازاي يمشي انتقال حر من غير ما ناديه ياخد اي حاجه؟ ازاي؟ والاهلي ما قصرش. اتاخر في التجديد، الكلام ده كان المفروض يكون من السنه اللي فاتت ليكن، بس اعتقد المجهود اللي بذل مع عبد الله من خلال الكابتن سيد عبد الحفيظ طوال الشهور اللي فاتت عشان يوصل لمرحله التجديد، وعبد الله بيماطل وبيسوف وبيتهرب، ثم يعلن مسؤول نادي الزمالك انهم في فبراير اللي فات ممضيينه. ده كلام. الموضوع مؤكد ان في كواليس كتيره يا باشمهندس. وانا بقول لك على مدى الاسبوع الماضي كان في كلام، حتى كان كل الكلام مستبعد قوي فكره ان عبد الله السعيد هو مش عايز يمضي، لان 100% جاي له عقد خرافي وصلوا ودوا الصين وتركيا وابتدى بتركيا، وبعدين قال له لا ما في الخليج، وبعدين قال لا ده في الصين. اللي خلي عبد الله السعيد بهذا الموقف المتشبث انه مش عايز يتكلم، احنا طلعنا هنا وقلنا باشمهندس من حقه يمشي لو عقد كبير بره. ده فعلا كلنا عن هذا الحق. وكل ما تيجي سيره الله هو ممكن يمضي عبد الله السعيد في مصر غير الاهلي؟ يا راجل بلاش الكلام ده. لكن لما ابتدى يتقال ان الزمالك وصفقه القرن ومش صفقه القرن، ابتدى الناس كده، وبعدين اللي حسسني انا بصراحه يعني اللقاء بتاع الاستاذ احمد موسى مع المستشار مرتضى منصور.
لما اما قال ان انا هطلع اعلن عن صفقه القرن. وبعدين انا كنت قابلته قبليها بيوم في حفله الاهرام بتاعه الاستفتاء، وتصورنا بعض وخدنا بعض، كان لقاء ودي يعني بالاحضان وبتاع. وهو قال لي ما تبعد عن فلان بقى وما مش عارف ايه بالظبط كده، المهم يعني. ف انا بتفرج عايز اعرف هيقول ايه يعني في صفقه القرن وكده، لكن مش في دماغي انه هتكلم في موضوع عبد الله السعيد. لحد ما الاستاذ احمد موسى قال له هو كابتن احمد فتحي وكابتن عبد الله السعيد اخبارهم ايه، راح قايل له جمله بقى انا لما قعدت احللها توصلت الى احتمال من اثنين، والاثنين كانوا استوجبوا ان انا اعمل مداخله كانت هاديه ولذيذه. لان الاستاذ مرتضى ما ينفعش انك انت تخش معاه في حوار صاخب، مش هتوصل لنتيجه، ومش طبيعتنا، علاقتنا مع بعض علاقه فيها قدر من الاحترام ولكن برضه فاهمين بعض. فقال له والله عادل القيعي امبارح قال لي ده ان الاثنين مضوا. طب انت جاي تعلن عن صفقه من العيار الثقيل وفجاه قلت مش هعلن، وعادل القيعي قال الاثنين مضوا، الله ده مقصود ايه بالكلام ده؟ احد الاحتمالات الكبيره انه لا ده عايز يقول كده عشان يثبت عليا ان انا قلت له كده، ويروح طالع بعد يومين يقول انت كبرت من حجرك، انت كبرت يا عادل. ايوه بيعلم عليك. فطبعا كان لازم اقول له يعني، حتى في دعابه كده قلت له الشايب انت مررت لي الشايب وانا مش هيبات. هو مع مين دلوقتي؟ يعني مع مين؟ انما كانت الفكره ان انا يعني اقول للناس خلي بالكم الجمله دي. ايوه. فلما ابتدت التداعيات اليوم بقى بتاع التوقيع بتاع الكابتن عبد الله اثناء الزياره بتاعت معالي ترك الشيخ للنادي الاهلي، ودخل على كابتن استقبله عند الصاله المغطاه اتفرجوا عليه، وبعدين دخل على الكوره والتقوا مع اللعيبه ومنهم عبد الله السعيد. كابتن انا ما حضرتش الجزئيه دي، انا كنت مستني في المبنى الاجتماعي، بس عرفت يعني لما شاف الكابتن عبد الله سعيد قال له كلمه غالبا قال له كده عبد الله كابتن خطيب نتحط كلنا مكان منك انت عبد الله او حاجه زي كده منك انت يعني نتحط كلنا في الموقف ده. كان لسه الموضوع ما انفجرش انه مضى للزمالك، فراح كابتن عبد الله كما قيل لي بالظبط من مصدر موثوق منه جدا، اداله ظهره مش خطوتين، وحد اداله منديل ورق بما يوحي انه كان يبكي في مواجهه الكابتن حسام البدر، راح واخدين بعض بالحضن واجهش بالبكاء عبد الله السعيد، والكابتن حسام اتاثر من الموقف ده ودمع معاه وبتاع، وانتهت دموع عبد الله سعيد حسمت توقيعه للاهلي وانتقاله، خلاص قضي الامر، راح هاتوا العقود، مضى، طلع اتحاد الكوره بدون حسابات. احنا في السيناريوهات بقى او في الحلول المثلى دي في السينما ما تعديش كده، عايز ايه تاني؟ اذا لغايه لحظه كلمه الكابتن الخطيب لعبد الله مفيش تاكد الا من عبد الله بقى. ايوه عبد الله اللي اكد بقى تيجي منك انت وكده تحطنا في الموقف ده. بدا عبد الله ينهار، عيط يعني عيط عياط لانه انا كنت يعني عارف مش عياط، انا كنت عارف انه الليله اللي قبلها او ربما يوميها الصبح التقاه حسام غالي، وحسام غالي عشان الناس اللي قالت ليه يتدخل، حسام غالي كابتن الفرقه اللي ليه يتدخل ولو مش كابتن وعبد الله السعيد لاعب في الفرقه يعني كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره مش بيفوض واحد هيجيبه من نادي تاني يا سيدي، واحد صاحبه دخلش ليه يتدخل، انما في النهايه هو كابتن الفريق وفي لاعب عنده في الفرقه عنده مشكله طبيعيا يتدخل. ايه عبد الله المشكله؟ قال له انا مضيت للزمالك. طب ايه؟ قال له التفاصيل الماديه، ثم عايز ارجع وعايز افضل في النادي. انا قلت ساعه الجد مواجهه الامر صعب على اي لاعب، انه يتخيل نفسه يمشي يروح فين؟ عند المنافس. المستشار تركي الشيخ والسفير احمد غلطان اللي بقى وزير دلوقتي، وزير المملكه للشؤون الافريقيه وراجل يعني حبيبنا وصاحبنا صحيح. وتربى معانا في النادي، ورجل قبل بلاء طيبا، وهو سفير، وهو
المندوب كل التوفيق في جامعه الدول العربيه عن السعوديه، مندوب المملكه في الجامعه العربيه. راجل جميل جدا ونتمنى له التوفيق. ولكن اللي حصل بقى راح مضى والكلام ده، واحنا كان افضل الحلول ان كابتن عبد الله يمضي، ها، لان هو كان كل الناس تقول لك الله طب انت مش تعيره، وكان مضى لك سنتين وطلع عرض 6 اشهر دول بتاع، فكان قاعد الحلول طب ما نعكس خلاص ما طلعش عاره اهو، لا يمضي. واذا كان هناك سبيل للعاره، الكابتن خطيب لقى ان ما فيش حل، ما ينفعش غير انه يطلع عاره في الفتره دي، او اذا جاله عرض كويس بالبيع فليكن. طيب هنشوف كمان الاستاذ تامر امين قال ايه لعبد الله السعيد. بدل ما كنا بنقول لك شوف لي شقه جنبك يا عبد الله، اضطريتنا يا عبد الله نقول لك شوف لك شقه بره يا عبد الله. وهو ده قرار النادي الاهلي. النادي الاهلي الناس اللي كانت بتتريق زمان على فكره المبادئ والقيم متهيألي النهارده عرفوا يعني ايه قيم ومبادئ النادي الاهلي. انه مفيش حاجه اهم من قيم ومبادئ النادي الاهلي حتى ولو كان اهم لعيب في مصر. شوفوا فرحه الجماهير امبارح لما عرفوا ان عبد الله السعيد جدد للنادي الاهلي، بس ما كانوش لسه عرفوا انه مضى ورقه للزمالك. كانوا في قمه السعاده والفرحه. اول ما عرفوا الحكايه دي قالوا ولا يساوي عندنا. اللي بعنا نبيعه. واللي عمله مجلس اداره النادي الاهلي خلى كل جمهور الاهلي سواء اعضاء الجمعيه العموميه واعضاء النادي او حتى الملايين من الجماهير يحترموا مجلس اداره النادي الاهلي ويحترموا الخطيب ويحترموا مبادئ الاهلي. اذا كانوا بيحترموها ايراد بقوا يحترموها 24 ايراد. مفيش حد يركع كيان، لا لعيب يركع نادي ولا سياسي يركع وطن. ما حصلتش ومش هتحصل. ألف سلامة يا عبد الله والقلب دعيلك، واوعوا تقلقوا لا على النادي الأهلي ولا على منتخب مصر. الأهلي ومصر اللي جابت عبد الله تجيب مليون عبد الله. أما بالنسبة لعبد الله فليس له إلا أنه يتكل على الله. ما حدش يرجع كيان، ده كلام مهم، لكن يهمنا دايما نعرف رأي رصين دايما ملوش دعوه بالعواطف ويتسم بالحيدة المطلقة في تقييم الأمور. الأستاذ حسن مسكاوي ورأيه في تدخل تواجد حسام غالي حاجة تضحك يعني، وكأنه ليس كابتن فريق أو حتى يا أخي لاعب مهم في الفريق. إيه المشكلة؟ فسر بيه تواجد حسام غالي في القعده دي بالذات كابتن فريق. طب ما هو احمد فتحي ما كانش موجود، بس كابتن موضوع عبد الله كان ازمه. الكابتن بلاش الكابتن، كلمه الكابتن، القائد بيبان في الازمات. لما كل حاجه حلوه القائد ده مش مهم. لكن بيبقى في ازمه القائد عشان في ناس، معلش يعني، في ناس تقول لك احنا عايزين نصنع قيادات. محدش، انا مفيش اعلام، مفيش حد هيقول انت قائد، فانت على طول تبقى قائد. يعني هو ليه الجمهور الاهلي بيعتبر حسام غالي قائد بجد؟ الشخصيه والكاريزما والحاجات كتيره يعني، وتاريخه وجوده في النادي. طبعا يعني فقائد يعني الكابتن ده حاجه. لا انا بقولك على سؤال الحقيقه اثير، اللي هو طب ليه حسام؟ يعني ليه حسام بس؟ عشان كده كنت بسأل كابتن فريق. يعني ما شفناش قبل كده، ما حصلتش قبل كده ان كابتن فريق كان موجود في تجديد عقد مع لاعب. ممكن ما تعرفش. اذا دور القائد اتكلم عنه الاستاذ حسن المستكاوي، لكن ما ان تم الاعلان عن انه الزمالك عنده عقد لعبد الله السعيد، جمهور الاهلي استريح للقرار زي ما تامر امين قال، وبدأ الكلام انه هذا العقد في شرط جزائي. كريم حسن شحاتة قال 100 مليون جنيه، مرتضى منصور قال 100 مليون دولار. نسمع. عبد الله
الله السعيد، وهل الزمالك يعني توقيع عبد الله السعيد مع الزمالك كان مكتمل ولا مش مكتمل؟ ده اللي هنحاول نعرفه في الفترة القادمة. الأستاذ مرتضى منصور دلوقتي منزل تصريحات على المواقع الرياضية ان على الانترنت ان الزمالك العقد فيه شرط جزائي 100 مليون جنيه عبد الله السعيد يدفعهم لو ما تعاقدش بشكل نهائي مع نادي الزمالك او لو وقع في حتة تانية. كريم، عقد عبد الله السعيد اذا كان صحيح فيه 100 مليون جنيه شرط جزائي، بس الجنيه غير الدولار والمزاد مفتوح. نسمع مرتضى منصور. حضرتك كنت اتصال بي واحمد مرتضى وسيد مرعي وكل يعني بعد ما مضى، هل حصل اتصال ما بينكم؟ هل حاجه ولا يوم علمت حاجه ولا لا؟ ده كل يوم. ايه ده كل يوم اتصال؟ لا بعد ما مضى في الاهلي. لا هو طبعا بعد ما مضى في الاهلي احنا بنعرف ناخد حقنا، احنا عندنا شرط جزائي في النادي 100 مليون جنيه فعلا. جنيه انا برضو بتاع جنيهات يا خالد. كامل شرط جزائي 100 مليون دولار جد والله العظيم. اه والله. طيب انا عايز اقول حاجه بقى. حاجه وبعدين معاك. لا اصل ده حاجه ما تتفوتش. عايز اقول حاجه. عايز اقول حاجه ان هذا الموقف ممكن ناخده مليون طريقه. ناخده بطريقته. ومين اللي علم على التاني؟ محدش علم على التاني يا جماعه. ده بيتصرف لمصلحه ناديه استاذ مرتضى منصور، واحنا بنتصرف لمصلحه نادينا، وده لاعبنا وبقى عندنا. يعني بقي عندنا اللاعبان. طبيعي جدا انك انت حاولت تاخدهم، مش زعلانين منك خالص، ها؟ لكن طبيعي جدا لما نحتفظ بيهم. خلصت الليله وشفناها قبل كده يا جماعه. استاذ ابراهيم في وائل الاباني و هتشوف هتيجي دلوقتي على تصرفات الاهلي. ما والنبي سيبنا كمل. طيب مش كل حاجه هننقلها لمرحله وبعدين يفوت معاد. وائل الاباني كان مضى وبرضه خد فلوس وخدها في التوقيت السليم وكل حاجه، ولما غير رايه اتفضل رجع الفلوس. نفس الشيء شيكابالا، رغم ان شيكابالا بقى ايه كنا خدناه من باوك. يعني كنا متفقين مع باوك، الزمالك ما كانش في الصوره، لكن لما حب يرجع الزمالك ومضى للزمالك اللاعب اختار الزمالك مش هنعمل ازمه. انتهى. في حاجات بين الانديه، واعتقد ان الاستاذ مرتضى يلمح كثيرا ان في دوله وفي بلد وهنرجع ومصلحه مصر ومصلحه. هو الراجل قد يكون مش عايز يصدر ازمه، لكن في نفس الوقت ما فيش داعي بقى للتسخين. ما فيش داعي للتسخين، دعنا ننتظر الامر، لان لكل مقام كلام. وموقف بالظبط عبد الله السعيد هو مع الاهلي والزمالك، هو موقف جده مع الاتحاد والزمالك نفسه هو. طيب الاهلي ما يشرفهوش انه لاعب يلعب عنده ما عندوش رغبه كامله في ان هو يرتدي فانيلته ويدافع عن اسمه، عشان كده ما ان تهتز هذه الرغبه شكرا ليك، هات الفلوس اللي خدتها خد عقدك. ده حصل مع لعيبه كتير من النادي الزمالك. بس احنا كنا عايزين نشوف الاستاذ المشهد ده في كلام مهم. هتشوف المشهد، لكن دلوقتي المهندس عدي فكرنا بوائل الاباني. هنسمع وائل الاباني لاعب الزمالك لما مضى للاهلي وقبض فلوس ومضى على عقد، ايه اللي حصل بعديها. وائل الأباني، يعني لو عاد بيك الزمن مرة تانية كلاعب هتختار الأهلي ولا الزمالك؟ لا الزمالك، ما حصلت قبل كده. يعني ما أنا مضيت في الأهلي وخدت فلوس ورجعت الفلوس، وقلت برضو أن أنا مضيت في الأهلي سبب من عضو مجلس إدارة هو السبب في الموضوع ده في نادي الزمالك، أن أنا رحت أجدد وهو اتفق معايا، وبعد كده لما اتفق معايا على حاجات ما نفذهاش، وبعدين يعني سخن الصحافه عليا، كتب عليا كلام مش كويس، رحت قلت له انت قلت الكلام ده؟ قال لي اه، عشان مش هنقدر نعمل اللي انت قلت عليه. قلت له انا ما طلبتش المستحيل وانت وافقت انت ورئيس النادي تمام، فانا ما قصرتش معاكوا، فليه انت تعمل معايا كده يعني، فاهمني؟ فساعتها كان نادي الاهلي بيكلمني، فرحت مضيت وخدت فلوس. اما حصل ان نادي الزمالك ان في ناس اتدخلت وحسيت، ويعني برضه كان فيه وائل أباني مضى، وائل أباني ما مضاش، الجماهير
يعني عارف برضو ايه ما حصل فيه تدخلات. لا انا لقيت ان انا لعبت في نادي الزمالك ست سنين في الوقت ده او خمس سنين انت فاهمني، فقلت لا انا هرجع في امضيتي التاني في النادي الاهلي. وعرضت على فكره برضو نفسي للخطر، الناس مش واخده بالها ان انا كنت ماضي في ناديين يعني كان ممكن اتوقف، لكن قلت لا انا ارجع بيتي تاني نادي الزمالك يعني انا لعبت فيه، فمن باب اولى ان انا اروح نادي الزمالك وخلاص يعني الناس اتدخلت فرجعت نادي الزمالك. دكتور كمال درويش وقتها كان رئيس الزمالك كلم الكابتن حسن حمدي وائل عايز يفضل عندنا، المهندس الكابتن حسن كلم المهندس عدلي شوف وائل الألباني لو كانت فعلا رغبته مش عايز يكمل معانا وعايز يرجع في لناديه تاني خد منه الفلوس وادي له عقده فورا. تم ده؟ لا ده انا قلت للكابتن حسن لان كان وقتها في اتصالات مع ابراهيم سعيد ان يروح الزمالك. قلت له يا كابتن اذا كان دي رغبتك انا هبعت لك العود تديها للدكتور كمال درويش. قال لي لا ما دخلش رئيس نادي الزمالك في الموضوع ده كمان. اللاعب يجي ياخد فلوسه من عندك، ياخد عقوده ويدفع الفلوس عندك. ما يصحش ادي فلوس لرئيس نادي الزمالك، ما يصحش ان انا ادخل. قلت له انا ليا هدف هيبان كمان شهر في كلام وضغوط على ابراهيم سعيد هيمشي من عندنا. قال لي احنا نعمل الاصول. الله. وعملنا الاصول وما اتعملش معانا الاصول. عملنا الاصول وما اتعملتش معانا الاصول. عبقري. طيب الاستاذ محمد المشطه بقى المسؤول الشؤون القانونيه في اتحاد الكره يتحدث في قناه سي بي سي اكسترا عن الموقف القانوني في ازمه عبد الله السعيد. خلاص عبد الله مدد تعاقده مع النادي الاهلي. نادي الزمالك بيقول ان هو عنده اربع عقود ممضيه من عبد الله السعيد وعنده ايصال امانه وبقيه الامور. راي حضرتك القانون؟ والله هقول لحضرتك حاجه. اتفضل يا فندم. اولا هو لسه ما فيش لغايه دلوقتي شكوى موجوده من اي نادي. نعم. تمام. ثانيا عشان اقول رايي في اي موضوع قانوني لازم بقى قدامك مستندات. مظبوط. انما احنا بنتكلم بشكل عام. نعم. الشكل العام ان من حق اي نادي انه يفاوض اللعيب في اخر ست شهور من عقده. تمام. النقطه الثانيه اللعيب اللي بيوقع لناديين يتم ايقافه طبقا لناحيه الاتحاد المصري والاتحاد الدولي ست شهور مع توقيع غرامه ماليه من قبل لجنه شؤون اللاعبين ده بصفه عامه. انما حضرتك ان مين موقع او في عقود او ما فيش عقود مش على موضوع عبد الله السعيد. انا بشكل عام يعني عام. نعم بشكل عام. انما بشكل عام يا استاذ محمد هل بتفرق اربع عقود ماضي اي لعيب يعني بشكل عام ماضي على اربع عقود او ثلاث عقود بتفرق؟ هو فندم الاربع عقود ليه يا فندم؟ اربع عقود بتبقى نسخه للعيب ونسخه للمنطقه ونسخة موثقة في الاتحاد ونسخة للنادي. مظبوط. فدي الأربع عقود. ده النظام طبقا للائحة إن هم أربع عقود. إنما موقع الأربع عقود وفي حد يقول لك طب التاريخ إيه؟ طب قبلها إيه؟ كل هذا الكلام يا كابتن إسلام ما نقدرش نتكلم فيه على الإطلاق طالما الكيس مش قدامنا. يعني إنما بشكل عام لأن مش هناخد كلام جدل موجود في الساحة الرياضية. نعم. دون دليل موجود او مستندات موجوده طبعا. انما عشان الراي العام يبقى عارف ان اللعيب اللي بيوقع اللي ناديين ده بيتوقف طبقا لائحه الاتحاد المصري والاتحاد الدولي. نعم. الا النادي من حقه ان هو يفاوض النادي في اخر ست شهور من عقده. ده المجمل. كلام صح في رايي حق يراد به باطل. لانه جاء مبتصرا وكنت حريص ان اعمل مداخله وراه على طول. قلت له كلام الاستاذ محمد المشطه بهذا الشكل يدعوني اذا عرض علي الامر ان ارده لانه لم يذكر باقي الامر. انت من حقك يا استاذ ابراهيم انك انت تفاوض اللاعب في خلال الست شهور الاخيره، ومن حق اللاعب انه يتفاوض على انتقاله خارج النادي، وليس من حق ناديه الاصلي ها انه يقول له لا ما تعملش كده.
لكن هناك شرط واجب، إذا لم يحدث يعرض الطرفين اللاعب والنادي الذي يفاوضه إلى العقوبة. إيه هو الشرط؟ اختار النادي الأصلي. أنا بختارك مش بستأذنك بقى. بقول لك إيه، خلي بالك اللاعب يجي يقول لي إيه؟ اللاعب يجي يقول لي إيه؟ أنا مش معاك. يوم النادي يجي يقول وأنا هفاوضه. لا أنا أقدر أقول للعيب لن تبقى معايا، ولا أقدر أقول للنادي اللي هتفاوضه لا ما تفاوضوش. بس أبقى أنا عارف. ليه هذا الكلام؟ أخلاقي. لا مش بس أخلاقي. ده جانب قانوني ماء بالماء. لو أنت كنادي معرض للهبوط وبتتنافس مع نادي آخر معرض للهبوط، بس النادي ده معاه فلوس والنادي ده معهوش فلوس، اقدر اتفاوض مع 3 4 لعيبه من عندك من غير ما اقول لك واديهم فلوس، وهنا يتحول التعاقد الى رشوه. صحيح. لحظه، مش صحيح، ما تنطش حتى لو عندنا وقت، احنا بنتكلم على حقوق على الهوا وناس بتتعلم. لا ما ينفعش. احنا يا جماعه اوعوا تقولوا لنا الوقت خلص، احنا بنتكلم على الهوا. لان رحت انا قايل هذا الكلام للكابتن اسلام الشاطر، انا هطلب مد الوقت. اطلب. الكلام اللي بقوله ده يتعلق بانك بتقول للراي العام والانديه كيف يتعامل في فتره الانتقالات. يا استاذ ابراهيم انا مش مشغول بقضيه عبد الله السعيد دلوقتي، انا شايف ان ثلاث ارباع مشاكل مرحله الانتقال في الجمله دي اختار النادي والتفاوض تحت رعايته تحت نظره. لان لما يجي ماتش مع المنافس من حق انا بقى، انا عرفت انه بيتفاوضوا مع بعض، العبه او ما لعبهوش، العبه او ما لعبهوش. انما لو ما عرفتش ولعبته هيحصل ايه؟ ممكن اي حد يقول لك دول فوتوا. مش عبد الله سعيد هنا، دي نقطه. النقطه الثانيه، انا بقى لو انا خلاص اللعيب تيقنت بدري قبليها باربع خمس شهور ان اللعيب مش معايا واختار لي ان مش هيبقى معايا، مش هبذل مجهود معاه، مش هيحصل شوشره، مش هاثر على كيان الفريق، هبدا ادور على البديل. من حق ان انا كمان ادور على البديل. اذا هي مساله اللائحه لما اتقالت كده لها اسبابها. طيب هو اتقال كده ولا ما اتقالش كده؟ انا لازم احتاط، ما انا بقالي كام سنه مش في الاتحاد. لكن اخر لقطه كانت في الموضوع كانت جده وانتقاله او توقيعه للزمالك، وجه الاتحاد السكندري مد له عقده بعد توقيعه للزمالك. فعندما عاد الى القاهره، ها جه الزمالك يسجله، قالوا له الاتحاد السكندري سجله، اشتكى الزمالك، حكم لصالح الاتحاد السكندري. لان مفيش حاجه بتقول لا انت اخترت الاتحاد. اما جيت انا في موضوع كابتن رضا عبد العال، اول كلمه اول قلت له انت جد، قلت له اصل انت خلي بالك في ثلاث ورقات هتمضيهم دلوقتي، قال لي اكتب وانا امضي وراك. قلت له هتبعت للزمالك تقول له ان انا قررت ان انا ما استمرش، وتبعت لاتحاد الكره تقول له اخترت نادي زمالك بعدم استمراري، وتبعت لمنطقه الجيزه اخترت نادي زمالك بعدم استمراري، وبعدين ابتدي انا اتفاوض معاك. اتبعتت الثلاث ورقات الاول، اطمئنيت ان كل جهه استلمت، بدات اتفاوض معاك. دي الاجراءات القانونيه، دي الاجراءات لحد ما اعلم. فكنت اللي جاي بقى اهم، ما يجوز اتغيرت. لقيت الاستاذ محمد المشطه بيطلبني بعد ما خلصت، لان انا قعدت اقول ايه يا كابتن اسلام اطلب لنا الاستاذ المشطه، انا مش عايز ابدا الحوار الا لما يجي، قلت كده عشان الحوار يبقى محسوم على الهوا. فقفل تليفونه وما جاش، راح طالبني، هو انت هاجمتني ليه؟ قلت له انا ما هاجمتكش، انا قلت ان جاء التعليق مبتسر. هو يا محمد بيه اللائحه مش بتقول ولا اتغيرت؟ قال لي ايه هي؟ قلت له انا قلت جاء مبتسر، انت ما كملتش ان لازم اختار النادي. قلت له اللعيب لازم يختار النادي، قال لي طبعا. قلت له والنادي اللي عايز يتفاوض يختار النادي، قال لي طبعا. قلت له طب والاثنين لما اختاروش النادي يعاقبوا؟ قال لي طبعا. قلت له اطلع قول الكلام ده، قال لي هطلع اقول الكلام ده طبعا. رحت مكلم اسلام، كابتن اسلام تاني، قلت له في الفاصل هيجي يخش معاك المشطه، طلب ورجع قال لي مش راضي يرد علينا وتليفونه مقفول. يعني انا الحمد لله ما شطبتش ال طيب تاريخ المكالمه والمكالمه. انا ليه بقول الكلام ده؟
مش معني بموضوع السعيد، انا معني يا ناس اعرفوا الاجراءات واشتغلوا في النور. اذا ان الاهلي يمدد عقد عبد الله السعيد حق طبيعي واصيل، انه عبد الله السعيد ان نادي الزمالك يفاوض عبد الله السعيد حقه عشان ما حدش يزايد حقه، مرتضى منصور بيسعى لمصلحه ناديه حقه، لكن انا بتكلم على عبد الله، انت جوه الفرقه ولاعب مهم بل احسن لاعب، الاهلي احتضنك ورعاك افادك كتير جدا، استفاد من موهبتك، على قيمتك، وصلك لاحسن لاعب، ما كانش يستحق ابدا تستعمان يا هرم. مقوله محمود عبد العزيز الله يرحمه. في هذه الازمه كلها بدا الكلام عن دور المستشار تركي آل الشيخ رئيس شرف النادي الاهلي، اللي تصادف انه جاي يزور النادي في نفس التاني يوم ما اعلن الاهلي بطل للدوري، الرحله او الزياره متحدده مسبقا علشان حضور البطوله العربيه للبلاي ستيشن اللي معموله في القاهره، فاذا ده ميعاد متثبت من بدري. ما كانش يعرف انه قبلها بيوم المصري هيتعادل مع الانتاج الحربي فالاهلي هياخد الدوري من غير ما يلعب، فبالتالي وجبت الزياره للتهنئه، وما كانش يعرف انه في هذا اليوم هتنفجر ازمه عبد الله السعيد. كلها ترتيبات جت قدريا، لكن شغل بقى بعد كده دور المستشار تركي آل الشيخ مع النادي الاهلي، نسمع بقى الكفيل والعليل والسليل والكلام الهزيل ده. الزمالك اول من عرف الدعم العربي والاهلي كان لما منصور البلوي بيدعم نادي الزمالك، كان الاستاذ مرتضى منصور بيطلع يفخر ويتفاخر ويشكر. وقبليه عبد السلام بناجا، لما عبد السلام بناجا كان بيدعم نادي الزمالك كانوا طايرين بيه من الفرحه، ويقول لك الزمالك نادي الامراء وكل امراء العرب بيحبوا الزمالك، كان حلو قوي، ما كانش كفيل. وحتى المستشار تركي آل الشيخ لما طلب منه دعم لنادي الزمالك في لاعب ودعم لهم صفقه حمد النجاز اللاعب التونسي، كان حلو قوي واستحق انه مرتضى منصور وقتها يشكره في كل القنوات. ده اللي هو بقى كفيل. نشوف مرتضى منصور في صدى البلد رايه ايه في الكفيل بقى، نشوف. بعد اللي قلت لك ده انت بتكلم لسه في الشرف. لا معلش انا ما بتكلمش في الشرف، انا بقول في تحيات. يا احمد ثانيه بتقول نشاط رياضي ايه؟ نشاط رياضي. ثانية واحدة أحمد من فضلك. ده مليون دولار جايين لي هدية. يعني إيه هدية؟ هدية. مين بيدي مليون دولار هدية؟ مين؟ 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 ما أنا قلت اسمه تركي الشيخ. قلت له من فضلك يا فندم حولهم لصفقة الزمالك. ابعت للنادي النجم الساحلي من بره 700,000 دولار، لأنه برضه لو دخلوا هيتحجز عليهم، وحط الوقت 300,000 دولار. تمام. مليون دولار هديه من تركي آل الشيخ يا باشمهندس. ده كلام الاستاذ مرتضى منصور. وقال كمان، شوف بقى في اون سبورت، زعل مرتضى منصور من الناس اللي هاجمت تركي آل الشيخ اللي دعم صفقه الزمالك في حمد النجاز، زعل قوي وانتقد هذا الهجوم واتكلم في اون سبورت. نفكركم السؤال الأول، حضرتك قلت إن هناك رجل أعمال سعودي تبرع بمليون دولار عشان في صفقة حمدي النقار. خلاص، اللي هو تركي آل الشيخ. طيب، هو مش أهلاوي؟ أهلاوي حمى مستفز. ورئيس شرف النادي الأهلي؟ لا يعني أهلاوي حمى مستفز. طب أمال إزاي بقى دي جت؟ ما أنا عايز أفهمها. كنت بتكلم النهارده. قلت له بص، زي ما تعمل للأهلي هتعمل للزمالك. هو كده. خلاص، فقال لي انا جاي الاسبوع الجاي ان شاء الله. قال لي حضر سكير مشلتس مش عارف ايه، انت عارف هو ده يعني دمه خفيف. قوي. تمام. شخصيه جميله. قلت له ازاي بس، هو المشكله في ايه بقى في تركي آل الشيخ؟ ان هو جه يعني مد ايده للاهلي ومد ايده للزمالك. تمام. هو ده معناه انه ما عندوش تعصب. بصفته رئيس اتحاد عربي. بيتشتم من الاهلاويه وبيتشتم من الزمالك. ليه 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 ليه؟ ما اشتمى شغاله من 25 يناير. لا 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 لا، ولا يعني الكلام ده كله ولا له قيمه. يعني مثلا يا اخوان الاهلاويه يقول لك ايه ده سيطر على الاهلي، الخطيب خلاص إيه؟ بسؤال
يا لا. جماعه حرام عليكم، الراجل بيساعد بدل ما نقول له كتر خيرك صلاح، ده هو اللي نصيحه بتاع نادي انبي طبعا. لا لا لا، ده بقى احقاد، شويه احقاد على يعني. هو ما هو ده الكلام سبحان الله. لا يعني رآه رجلا محبا وما عندوش تعصب، وزي ما تدي الاهلي يدي الزمالك، بس لو اديت الاهلي تبقى كفيل، لو اديت الزمالك تبقى محب. وبعدين هي اصل كفيل، الناس هي يعني دايما تحب تعمل لك وكأن الكلمه في يعني ده نظام. لما تروح السعوديه يبقى لك كفيل، عايز تشتغل يبقى لك كفيل ضامن لاقامتك، انما يكفلك وانت في بلدك يعني يعني ازاي يعني. لكن معالي المستشار ترك بيحب الاهلي وبيدعم الاهلي، والزمالك بيسعى انه يستفيد من حبه للاهلي ان ياخد من حب جانب. ما هو هو الراجل صريح الاستاذ مرتضى، قال لك يعني ساعدني ما دام بتحب ده الاهلي، ده بتديهم الدين. ايش أيوة. معنى والراجل بمنتهى الحب قال له جاهز المشلتت، اشترى فطيره بمليون دولار. فطيره بمليون دولار صحيح. فالراجل لا يتاخر، وهو يعني ما دام بتحب القوي كده حمى، بتحب يعني هو عايز مستمس. عايز طب ساعد الزمالك، طيب وساعد الزمالك، ساعد الزمالك كان حلو قوي، ده بالعكس ده ما كانش حلو، بس ده الزمالك سعى انه يديله العضويه الفخريه، ده حصل. نسمعه. عايز اقول لكم يعني بس معلومه صغيره كده، الشيخ تركي الشيخ رغم انه هيعمل استاد عالمي للنادي الاهلي، وطبعا الرئيس الفخري للنادي الاهلي، لكن رسميا رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور بعت له الرئاسه الفخريه لنادي الزمالك، بعت له الرئاسه الفخريه لنادي الزمالك. يعني معنى كده ان الشيخ تركي آل الشيخ بقى الرئيس الفخري للنادي الاهلي ورئيس الفخري لنادي الزمالك. جبنا حاجه من عندنا، عايز جبنا حاجه من عندنا انت في اهو الكفيل. يا صلاه النبي يا صلاه النبي احسن في كده بالزمالكو بقى بعد الرئاسه الفخريه والفطير المشلتت وساعدنا بقى كفيل، وبقى بيحكم الاهلي، وبقى الاهلي زعلان وليه الاهلي وكل الكلام الرغي اللي انتوا بتسمعوه. جبنا حاجه، انما طبعا لازم نشوف راي ايمن يونس بقى، شوف هي كيف راى الصفقه دي اللي جاي ده ليه. اللي جاي ده لانه الناس في الزمالك عشموا في عبد الله السعيد قوي، وسرب لهم رئيس نادي الزمالك لكتير منهم الصفقه هتهز مصر لاسباب معلومه، يعني الصفقه هتعمل هتسوي، فشافوا في تحقيق هذا او هذه الصفقه. انا قلت لكم انا تقييم الشخصي مرتضى منصور من حقه يسعى لضم اي لاعب ما دام لعيب فري ترانسفير وعقده مع النادي خلص، تكلمنا على اجراءات، تكلمنا على بتاع، هو حقه، بس حقنا احنا كنادي اهلي على اللاعب انك لا ما ينفعش مدير الكرة يقعد معاك كل هذه المفاوضات وبتأجل وبتسوف وبتماطل وانت ماضي وقابض، هي دي المصيبة. كنت احترم عبد الله جدا واحترمت رغبته الأخلاقية والإنسانية انه عايز عقد كبير بره يأمن بيه مستقبله، لكن هتنتقل للمنافس المباشر بعد ما وصلتك انا كنادي أهلي انك تبقى أحسن لاعب في مصر، تروح من تنقل للنادي المباشر ضدي بدون اي مقابل علشان انا ما استفدش، دي مش انا في الاول قلت ده مبدا اخلاقي انساني، دي ما فيهاش لا اخلاق ولا انسانيه اعتقد، بس كان نجوم الزمالك ورموزه شايفين في عبد الله السعيد زي ما قال ايمن يونس وصفه بحاجه نشوفها. سؤاله على الصراع اللي داير ما بين الادارات على اساليب التعاقدات، هي ضربه قويه لو نادي الزمالك نجح فيها، هدف طبعًا كبير جدا طبعًا طبعًا يوازي بطوله الدوري بالنسبه. لا يا كابتن ايمن مش بطوله الدوري، لا يا كابتن ايمن لا وزع لا لا لا, لا. عبد الله سعيد لعيب تقيل، لعيب تقيل بجد، بقول لكم احسن لاعب في مصر،
يستحق كل هذه الدوشة للدرجة انه استاذ عمرو اديب قال لو ما جاش عبد الله السعيد الزمالك ما اعرفش يعمل ايه. نشوف. لكن الامر ايضا اللي بيخليني اتكلم في موضوع هام، موضوع عبد الله السعيد. يا جماعه الاخوه في النادي الاهلي اللي متضايقين ان عبد الله السعيد هيروح نادي الزمالك او اي نادي تاني، الراجل معروض عليه قرب ال 40 مليون جنيه وده عقده الاخراني، ما تخلوه يروح. هو الاهلي اللي عايز يرحم ولا خلي رحمه ربنا تنزل، هتعملوا بيه ايه؟ ما عندكم 40 لعيب تاني. فانا بس بناشد كمان جمهور النادي الاهلي ان هم يتفهموا موضوع عبد الله السعيد. هو طبعا هيبقى غريب ويقهرني، يقهرني جدا ان بعد ما النهارده كذا حد اكد ان عبد الله السعيد راح الزمالك اقوم بكره الصبح قال عبد الله السعيد عامل البيان اياه ولائي للاهلي وروح الفانيلا الحمراء، ما هو الاهلي ده بيتي وانا امضي باي سعر. مش حاجه يعني لو بكره الصبح قمت لقيت الاخ عبد الله السعيد عامل التصريح ده كده مش جاي البرنامج ومحدش يسال عمرو ما جاش ليه، يعني محدش يفكر ان انا مثلا اتقبض عليا، محدش يفكر ان انا مش موجود، محدش يفكر ان انا لا عمرو ما جاش ان عبد الله السعيد نكد عليا بقى النكد الكبير. طيب عبد الله السعيد طلع البيان اياه، ايه اللي جابك يا استاذ عمرو؟ تعالوا نشوف ايه اللي جابك. مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من كل يوم. بصوا بقى انا مش موجود غير علشان مهمه وطنيه، انا موجود النهارده بس عشان مهمه وطنيه، انما غير كده ما كنتش هعتبها. وانا قايل من امبارح ان انا مش جاي، بس النهارده كل الناس ديت عايزه تسال مستر كوبر، يعني عيب يعني الراجل يجي فين عمرو؟ عمرو ما جاش علشان عبد الله السعيد للاسف مضى مع الاهلي ثلاث مواسم. يعني اقول له ايه؟ اقول له يا كابتن كوبر، اقول له والله انا اصلي ما جيتش النهارده علشان عبد الله السعيد نكد عليا. الراجل طب شكلنا في الارجنتين ايه؟ لما تفتحوا الصحافه الارجنتينيه هيكتبوا ايه؟ عمرو اديب مراشي البرنامج علشان عبد الله سعيد. يرضيكوا ده يبقى شكلنا قدام العالم؟ يرضيكوا ان دي الحاجه اللي عايزين نقولها للناس؟ يرضيكوا ان السياحه الارجنتينيه تتاثر كل التاثر ده؟ فانا جيت النهارده بس عشان كابتن كوبر مدرب منتخب مصر، مدرب الفراعنه. انما بقى الاخ عبد الله السعيد، كان عندي لغايه الساعه 6 الصبح النهارده 7 الصبح قناعه تصل الى حد اليقين ان عبد الله السعيد لن يمضي مع الاهلي، لن يمضي مع الاهلي. وطبعا كعادة الأهلي في الدقيقة 90 والدقيقة 92 والدقيقة 93 الحاجات اللي تنقط يجي الأهلي في الآخر ويجيب جون. أنا بفكر جديا وعايز أجرب الحكاية دي، هو إزاي يا جماعة الواحد يبقى أهلاوي؟ إزاي يا محمد يا هنيدي؟ يا محمد يا هنيدي انا عارف، انا عارف دورك. ازاي يا نبيل يا حلفاوي انا عارفكو. ازاي يا تركي يا الشيخ انا عارفكو، انا عارف اعدائي كويس. ولكن الامريكان انا مش عارف، انا مش عارف ايه هنيدي بيعمل ايه. انا والله ما عارف،
انا عايز اسالكم كلكم سؤال، هو الواحد بيبقى اهلاوي ازاي؟ كيف تصبح اهلاويا؟ عمرو اديب، انتوا طبعا عرفتوا قد ايه حرقه الناس من قرار الاهلي، فبالحرقه اللي انتوا شايفينها قدروا مشاعر الناس وردات فعلهم واي تجاوزات صغيره ممكن تلاحظوها. افهموا المساله جايه من انهي نفسيه ومن انهي تازم بالظبط. الناس كانت عشمانه قوي. عمرو اديب بيقول لك لغايه لما نمت 6 7 الصبح انا عارف خلاص مش هيمضي في الاهلي. الناس دي بانت تلال من الاحلام انه عبد الله السعيد بره الاهلي وراح الزمالك. فبحجم هذه التلال وهذه الاحلام هتلاقوا بحجم الخطا والتجاوز والحاجات الصغيره في حق القرار واطرافه. بس هو قال حاجه مهمه جدا عمرو اديب، ازاي الواحد يبقى اهلاوي؟ وطلب سأل الفنان نبيل الحلفاوي على الهوى، رد عليه الاستاذ نبيل الحلفاوي والله رد طيب. في تويته قال له ايه نبيل الحلفاوي؟ لا مطلوب اوراق ولا مستندات ولا ختم نسر ولا حتى بطاقه يا عموره، المساله بسيطه خالص، في ايه بنقولها في الحالات الصعبه، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. يعني شوف هم في اطار الدعابه اخر ما قاله نبيل الحلفاوي استجابه لطلب عمرو اديب. انا يعني طب هناخدها في اطار دعابه ولا طبعا دعابه انما احنا انا ما بحبش هو ما بحبش الاحتفاليه، لان يا جماعه احنا حولنا فتره الانتقالات الى دوري مستقل من يفوز فيه، فخرجنا عن منطقيه وموضوعيه الصفقات، وحنوصل مصر الى ارقام ليست بمقدورها. ففي كل الاحوال عبد الله السعيد لاعب مهم جدا، عبد الله السعيد كاد ان يرتكب خطا في حق نفسه وفي حق نجوميته، اكتشفه، لازم يحيى على انه يستطيع ان يصاب الخطا ويتحمل التوابع بتاعته، وعند ودموعه ورغب في كده، دموعه بتقول كده انه كان صداقا. امال انا طب استنى بالله عليك، انا كم مره اقول لك اشعر ان عبد الله السعيد في مأزق يريد ان يصوبه بس مش عارف ازاي. حصل ولا ما حصلش؟ صحيح صحيح. كم مره كان عندك رهان على الفجر الاخير، بس انا ما كنتش متخيل ان ازمته هتبقى هنا الا شويه شويه. هو معقوله يلعب عبد الله السعيد في غير الاهلي في مصر؟ هو اكتشف ان دي صعبه ومستحيله. فبرضه من فضلكم كفانا جلدا لكل ناس، ما احناش في ظروف. لو اتحط لك كده 5 شنط فيهم 40 مليون 45 مليون جنيه 40 ولا 45؟ 45 سنه ونص 30 و15. طيب 45 مليون 40 يا سيدي 20 مليون جنيه، ها؟ مش بيجي لك حاجه يقول لك ده ما انا اخده وابطل حتى. ما انت في اخر او في اول المساله مش سهله، ولكن ايضا مش سهل تسيب الاهلي. وعندما وضعت الاموال الكثيره، لازم نسمي هذا، امام الخطا اللي كاد ان يقع فيه كابتن عبد الله، صوب الخطا مهما كانت التبعات اللي هيتحملها. فبرضه واحنا بنتكلم لازم نقول دي، لازم نقول انه عبد الله السعيد اراد العدول عن رايه، لكن انتصار محمود الخطيب لقيم وتقاليد النادي وهيبة الأهلي كانت هي الغالبة، والحفاظ على الفريق ووحدته. بالضبط، هو ده النادي الأهلي. دمتم للأهلي دائما ودام لكم. هم عرفوا الأهلي عظيم ليه؟ بإذن الله تعالى كده عرفوا الأهلي عظيم ليه؟ صحيح، عشان بيكسب. ده بيكسب لأنه عظيم. دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا بقيمه وتقاليده ومواقفه. وعلى خير، نلتقي في 9 مساء الاثنين القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.